بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله دلوقتي هنتكلم عن الدايركشن، هنشوف الدايركشنز اللي في المنهج كله ونشرحها ان شاء الله. تمام. طيب قبل ما نبدا بس عايزين بس ايه نوضح ايه اسامي الدايركشنز ايه، عشان انتوا بتتلخبطوا بتبقى عارف تجاوب بس مش عارف تكتب صح. تمام. طيب الاتجاه اللي كده ده كده اسمه ايه؟ رايت اوف ذا بيج. واللي كده ده كده اسمه ايه؟ ليفت اوف ذا بيج. واللي عامل كده ده كده اسمه ايه؟ ده فوق، يبقى ده كده اب وورد او اب اوف ذا ايه ذا بيتش. طيب وكده ده كده ايه؟ داون وورد. لو انا عايز اقول ان هو داخل جوه الصفحة او خارج بره الصفحة، داخل جوه الصفحة فامثله بايه؟ بكروس، وبالتالي ده يبقى اسمه ايه؟ انتو the page، ده داخل. طيب واللي خارج بتبقى دوت. تمام. ويبقى ده كده اي out of the page. تمام. طيب يبقى احنا كده عرفنا المسمات، نشوف بقى ايه، ناخد واحدة واحدة. اول حاجة هنشوف ال direction of magnetic field and straight wire، وده مفروض بيتحدد بأمبير رايت هاند رول، صح؟ يبقى انا لما اجي اقول لك قول لي الرول يوز تو ديترماين ذا دايركشن اوف ماجنتيك فيلد في الستريت واير، تقول لي ايه؟ تقول لي امبير رايت هاند رول. طب لما اجي اقول لك قول لي وان يوز لامبير رايت هاند رول، تقول لي والله ايه يوز تو ديترماين ذا دايركشن اوف ماجنتيك فيلد ان ستريت واير. ناخد بالنا من ماجنتيك فيلد دي، ممكن تقول لي ماجنتيك فلكس، ماشي، ماجنتيك فلكس ان ايه ذا دايركشن اوف ماجنتيك فلكس ان ستريت واير. تمام. عشان انتوا ساعات بتقولوا ايه ديترماين ذا دايركشن اوف ستريت واير، غلط، ديترماين ذا دايركشن اوف ماجنتيك فيلد اوف ستريت واير. تمام. طيب نشوف بقى بنحدد ازاي. احنا دلوقتي هنشوف ازاي نحدد، انا بس الكلام ده عشان النظري، انما هنشوف ايه ازاي دلوقتي بنحدد كل الاتجاهات من غير ما نستخدم ايدينا خالص. تمام. طيب دلوقتي لو انا معايا واير اهو والكرنت ماشي فيه بالاتجاه ده، يبقى ده كده اتجاه مين؟ اتجاه الكرنت. امال هقول لك ايه؟ يمين الكرنت دايما داخل، يمين الكرنت دايما ايه؟ داخل. يبقى ادي ده الكرنت اهو، فين يمينه؟ هنا اهو. يبقى ايه؟ يمينه داخل. وفين شماله؟ اكيد شماله هو العكس، يبقى ما دام يمينه داخل وشماله خارج، يبقى ده يمينه داخل وده شماله يبقى ايه؟ يبقى خارج. خلاص. طيب نركز، لو انا كرنت ماشي كده. تمام. طيب الكرنت اللي ماشي كده هاجي اقول لك برضو يمينه داخل وشماله خارج. تمام. يمين الكرنت مش يمينك انت، يمين الايه؟ يمين الكرنت. يعني انت لو ماسك دلوقتي الموبايل او انت لو قدامك الورقه، لف الورقه من حيث ان الايه السهم ده يبقى باصص لفوق بالنسبه لك، وساعتها هيبقى يمينه هو ده وشماله هو ده، فيمينه هنا اللي هي الحتة دي تعملها ايه؟ داخل، وشماله اللي هي الحتة دي تعمل ايه؟ خارج. تمام. يبقى انا اعدل الورقة من حيث ان السهم في الاخر يبقى باصص لفوق زي الرسمة دي. اول لما الاقي السهم باصص لفوق زي الرسمة دي بالنسبة لي، ساعتها يبقى يميني هيبقى هو المينو وشماله هو هو شمالي، فاعمل اليمين داخل والشمال خارج. يمين السلك مش يميني انا، يمين الكرنت مش يميني انا. نركز. ولو انا خليت السهم بالنسبة لي باصص لفوق، ساعتها يميني هيبقى هو هو يمينه وشماله هو هو شماله. تمام. يعني كمثال تاني عندك بقى واير باصص كده، واير تاني باصص كده، واير تالت باصص كده، واير باصص كده. خلاص سهل بقى. تمام. تعمل ايه؟ هتعدل الورقة من حيث ان السهم ده كده يبقى باصص لفوق بالنسبة لك انت، فيبقى ساعتها هنا اليمين وتحط فيها كروس، وهنا الشمال وتحط فيها دوت. هنا واحدة زي دي تشقلب الكراسة من حيث ان السهم ده يبقى ايه؟ باصص لفوق بالنسبة لك، ساعتها هيبقى هنا اليمين تحط هنا كروس، وهنا الشمال فتحط هنا دوت. صعب الموضوع؟ اظن الى حد ما ايه اسهل من استخدام الايد خالص.
تمام. طيب هنا مثلا ادي الكرنت، الكرنت كده نقدر من حيث ان السهم ده يبقى باصص لايه، لفوق بالنسبه لي، فساعتها هيبقى اليمين بتاعي هنا والشمال هنا، فاليمين احط فيه كروس والشمال احط فيه دوت، واير زي ده يبقى عايز السهم ده باصص لفوق بالنسبه لي، فلما ده يبقى باصص لفوق هيبقى ده اليمين وده الشمال، فاحط هنا كروس واحط هنا دوت. تمام، يمين الواير دايما داخل وشماله خارج. تمام. دلوقتي قال لك ايه، قال لي طب افرض ايه ما جاليش الكرنت بسهم، افرض كان جاي لي الكرنت مثلا into the page، يعني ده كده ده الكرنت into the page او الكرنت out of the page، اتصرف ازاي بقى؟ ما هنا انا مش عارف اجيب يمينه وشماله. تمام. طيب هنا اكيد البتاع مش هيبقى دوت وكروس، ليه؟ عشان هو اساسا اكيد الدايركشن بتاع الماجنتيك فيلد مش هيبقى زي الدايركشن بتاع الكرنت. تمام. طيب امال هيبقى عامل ازاي؟ والله احنا عارفين ان الدايركشن بتاع الماجنتيك فيلد بيبقى بتاع الكرنت بتاع الواير بيبقى دواير حواليه، صح؟ فانت هتيجي هتعمل لي ايه؟ المفروض يبقى في دواير حواليه، يبقى الاحمر ده هو مين؟ هو الماجنتيك فيلد اللي حوالين الكرنت اللي حوالين الواير. طب اعمله ازاي بقى؟ اتجاهه يبقى ماشي ازاي؟ والله لو هو داخل، يعني لو الكرنت داخل هيبقى هو ماشي مع ايه، يبقى الماجنتيك فيلد مع الساعة، ولو هو خارج هيبقى عكس الساعة. تمام. يبقى لو هو داخل هيبقى مع ايه، مع الساعة، ولو هو خارج يبقى عكس الساعة. تمام. يبقى احنا كده قلنا ايه، لو انا معايا واير عادي، لو انا معايا واير عادي، ادي الواير العادي، الواير العادي ده بنتعامل معاه ازاي؟ والله بنقول ان يمينه داخل كروس وشماله دوت، يمينه كروس وشماله دوت. طيب لو هو الواير مش ايه، مش كده، هو الواير كان اصلا هو اللي كروس، يعني ده الكرنت، هو الكرنت هو اللي طالع لفوق هنا، انما هنا الكرنت ايه، هو اللي داخل انتو ذا بيج، فهتيجي تقول لي والله يبقى الماجنتيك فيلد بتاع البتاع ده ايه، دواير حواليه، صح؟ والدوائر ديت ما دام هو داخل انتو ذا بيج يبقى هي مع ايه، ماشيه مع الساعه كلوك وايز. تمام. في مشكله؟ بس وكمل بقى ادي يا عم اهو، بس ما فيهاش مشكله يعني. تمام. نخش على اللي بعده. طيب تعالوا نكمل ايه، نخش على اللي بعده، وبعد في الاخر نشوف ايه لو هنجيب كذا حاجة مع بعض، يعني مثلا لو انا هجيب 2 واير مع بعض او 2 كويل مع بعض او كده، نخليها دي فين، في الاخر. خلاص. طيب تعالى نمسك دلوقتي الايه، ال determines the direction of magnetic field في circular coil. Determine the direction of magnetic field of circular coil used ايه؟ ايه الرول اللي used to determine the direction of magnetic field؟ right hand screw rule، اللي هو القانون بتاع المسمار. تمام. يبقى right hand screw rule ده used to determine the direction of magnetic field في circular coil. تمام. هل واحد يقول لي طب ما انا اصلا كنت بستخدم وانا بعمل circular coil ما كنتش بستخدم right hand screw rule ده؟ اقول لك مش مشكلة، بس المهم عندي ان انت ايه، تكتبه في النظري، يعني الكلام ده للايه، للنظري بس. خلاص. انما ما انا طب انا في امبير، هل انا في امبير استخدمت اللي هو في ستريت واير، استخدمت امبير ولا قلت لك يمينه داخل وشماله خارج؟ بس هي إيه الفكرة كلها في ايه، الكلام ده للنظري، انما انت استخدم زي ما انت ايه عايز. يبقى انا لما اجي اقول لك سيركولار كويل لازم تقول لي رايت هاند سكرو رول. خلاص. طيب انا بقى اشتغل ازاي؟ هاجي اقول لك والله الكويل ده بيبقى مدور، والكهرباء اللي في المدور دوت يا اما هتبقى ماشيه ايه، يا اما هتبقى ماشيه كلوك وايز، يا اما تبقى ماشيه انتي كلوك وايز. تمام. لو هي مع الساعه، خلينا لو هي ماشيه مع الساعه، لو هي مع الساعه هتبقى اس الساعه يمين داخل، اس الساعه يمين داخل. يعني ايه؟ يعني لو الكرنت ماشي مع الساعة، لو ده الاي ماشي مع الساعة،
او بمعنى اصح ان هو لو انا بصيت فوق كده الاقيه ماشي يمين، عشان في ناس ايه مش عارفه ان اتجاه الساعه ازاي. يبقى لو هو ماشي مع الساعه ساعتها البول هيبقى ايه، هيبقى ساوس، هيبقى اس. يبقى اس الساعه، اس الساعه، سين سين، اس الساعه. خلاص يبقى هو ايه، يبقى انا كده اول حاجه عرفت ان البول ايه، ان البول ساوس. والدايركشن داخل، يبقى ده الدايركشن بتاع الماجنتيك فيلد. يبقى لو هي ماشية مع الساعة ساعتها البول هيبقى ساوث، وساعتها هيبقى ايه الماجنتيك فيلد انتو ذا بيتش. يبقى انا الكويل اول ابص هو مع الساعة ولا مش مع الساعة. لو هو مع الساعة يبقى اس الساعة يمين داخل، اس يعني ساوث، ويمين ديت هي هي يعني الساعة، عشان اللي مش عارف ان الساعة بتلف في يمين، والماجنتيك فيلد هيبقى ايه داخل. خلاص يبقى انا لو جيت قلت لك الدايركشن اوف ماجنتيك فيلد تقول لي انت ذا بيج. طب لو قلت لك البول تقول لي ايه ساوث. خلاص يبقى لو هي مع الساعة تبقى ساوث وايه وانتو ذا بيج. طيب افرض هي لو كانت عكس الساعة، يعني لو هي عكس الساعة اكيد العكس، اكيد لو هي عكس الساعة كده هتبقى ايه، اكيد مش هتبقى اس، اكيد هتبقى ان. وما دام هي ان، ان تبقى ايه، وهي انتي كلوك وايز، يبقى ايه، يبقى الان انتي، الان ايه انتي، والاس ساعة، الان انتي والاس ساعة. طب واكيد ايه هي ان وانتي وشمال وخارج. طب ايه شمال دي؟ شمال دي يعني لو واحد مش عارف ان الايه، ان الانتي كلوك دوت بيبقى بيلف شمال، بيبدأ بيه بيبدأ من فوق بيلف من الشمال. خلاص بس يبقى لو جيت قلت لك الماجنتيك فيلد هنا تقول لي والله ده ايه، ده اوت اوف ذا بيج، والبول نورث. خلاص يبقى نفرق بين البول وبين الدايركشن اوف ايه، اوف ماجنتيك فيلد. وهي دي نفس القاعده تقريبا اللي احنا استخدمناها في، بس بعيدا عن النورث والساوث، اللي احنا استخدمناها في الستريت واير لما كان بيوقف كده. عشان جيت قلت لك لما يبقى داخل يبقى كلوك، مش يبقى ايه هي هي اس الساعه يمين داخل. يعني لو الماجنتيك فيلد ساعه يبقى يبقى الكرنت هنا داخل، عشان ده ايه، ده اللي بالعكس، ده اللي ايه ساعتها، ده اللي كان الواير هو اللي داخل، الكرنت هو اللي داخل، والماجنتيك فيلد هو اللي مع الساعه. انما في الكويل، الكويل الكرنت هو اللي مع الساعه، ساعتها الماجنتيك فيلد هو اللي يبقى ايه، يبقى داخل. تمام تمام كده. يبقى انا اخر كلام تاني، لو جيت قلت لك ده كده وهو ماشي كده، يبقى ده ماشي مع ايه، مع الساعة. او انت تيجي تقول لي والله ايه اس الساعة، اول لما تلاقيه مع الساعة تبقى اس الساعة يمين داخل، يبقى ده ايه ساوث، والدايركشن انتو ذا بيج. او بمعنى ايه، او ممكن تعملها لي ايه كده لو انت عايز ايه تتصرف. يبقى الازرق الاسود دوت هو الكرنت، الاسود ده هو الكرنت، والاحمر دوت الدايركشن في ماجنتيك فيلد. ولو لقيته كده ماشي عكس الساعه او انتي كلوك، يبقى الان انتي، الان ايه، الان انتي، يبقى اكيد دوت نورث، واكيد ايه اوت اوف ذا بيج، او تعمله كده. تمام يبقى انا كده من غير ما استخدم ايدي خالص. لما اجي اقول لك انت حددت الدايركشن ازاي تقول لي والله انا حددته برايت هاند سكرو رول. طب لما اجي اقول لك انت حددت البولز ازاي، الساوث والنورث، سو مين قال لك ساوث والنورث؟ اس الساعه وان انتي، صح؟ يبقى ايه، يبقى دي اسمها كلوك، كلوك وايز رول. يبقى احنا كده قلنا كم قاعده، 3، امبير رايت هاند رول determine the direction of magnetic field في straight wire، و right hand screw rule determine the direction of a magnetic field في circular coil. طب و clockwise rule determine the polarity، ال poles determine the polarity in a in circular coil. خلاص ودي مهمة جدا. جه مرة قال له قول لي ال rule used to determine the polarity، يبقى هو حدد، هو يبقى انا لازم اقول له ال clockwise ايه rule. تمام ناخد بعد كده السولينويد. خلاص طيب السولينويد اهو،
خلاص. طيب احنا ممكن نمسح الحتة اللي تحت دي مش عايزينها، ولنفترض ان انا مديك اتجاه الكرنت فيه ماشي كده تمام، واجي اقول لك حدد خلاص. ده الوحيد تقريبا اللي انت هتستخدم فيه ايدك، ومعلش يعني بص الدنيا بسيطة جدا. هتيجي تحط بطن ايدك على الورقة، هتحط ايه بطن ايدك على الورقة من حيث ان صوابعك تبقى مع مين؟ مع اتجاه الكهرباء. يعني ادي دي ضوافرك اهي، يبقى اللي انت شايفه بايه بعينك دي ضوافرك ايه، انت شايف ايه ضوافرك، حاطط بطن ايدك على الورقة خلاص. طيب صوابعك دي كلها تبقى في اتجاه مين؟ في اتجاه الكهرباء. يعني بص شايف اتجاه صوابعك لازم يبقى هو اتجاه الكرنت اللي هو ايه اللي هو ده تمام. اول لما يبقى اتجاه صوابعك مع اتجاه الكرنت، شايف الصباع ده اهو اللي هو التخين ده، تكتب عنده نورث، يبقى تيجي تكتب هنا ايه نورث. يبقى انا صوابعي ما دام صوابعي مع اتجاه الكرنت، يبقى الصباع ده بيشاور على مين؟ على النورث. يبقى اكتب هنا ايه نورث، يبقى كده الناحية التانية ساوث خلاص. طيب تاني واحدة تاني، لو نفترض ان ادي الكويل اهو او السولينويد اهو ماشي، واتجاه الكهرباء اهو، اعمل ايه؟ اجيب بطن ايدي واحطها على الورق من حيث ان صوابعي تبقى باصة في نفس اتجاه مين؟ باصة في نفس اتجاه الكرنت، ولازم يبقى انا شايف ضوافري. ادي ضوافري ايه، ادي ضوافري اهي خلاص. طيب يبقى انا لازم صوابعي تبقى باصه في نفس اتجاه الكرنت، الكرنت باصص كده يبقى انا صوابعي باصه برضو ايه كده. بص شايف الكرنت باصص ازاي، يبقى انا باصص معاه. الكرنت باصص كده اهو، يبقى انا باصص معاه اهو، صوابعي باصه مع الكرنت عند الصباع دوت، اكتب عنده نورس. يبقى هنكتب هنا ايه نورس، يبقى اكيد الناحيه التانيه ساوث تمام. شوف واحدة كمان، يبقى شوف هو لما الرسمة اتعوجت انا عملت ايه، حطيت ايدي عوجت ايدي، بس هو في الواقع يعني يا ريت تلف الايه، تلف الكراسة من حيث ان ايدك تبقى مستريحة، اصل الكراسة بتلف عادي، الورقة اللي قدامك بتلف، ورقة الامتحان بتلف، انما ايدك لو جيت تلفها ممكن تتكسر تمام. نشوف واحدة كمان، لو جالك واحدة زي كده، ادي يا عم اهو خلاص، وراح جه عمل لك ايه بقى، عمل لك كده وما ادكش الايه الدايركشن بتاع الماجنتيك فيلد اللي جوه الايه اللي جوه الكويل، مديك بطارية. طب انا عارف ان الكرنت بيطلع من ايه، من البوزيتيف بتاع البطارية، وهيمشي كده تمام. طيب ما دام دي مكمله معايا يبقى الاتجاه ده انا ماشي صح، يعني شايف دي بس ما دام مكمله معايا كده يبقى انا ماشي صح. هتيجي المفروض ايه، تلف من ورا بعدين تكمل كده، بمجرد ما انا جبت واحده فيهم كلهم هيبقوا زي بعض تمام. فكرة كلها بايه، لما انا عايز اطلع الكرنت بره بقى، الكرنت بره المفروض هيجي يلف ايه، يلف كده من ورا وبعدين ايه يتعكس هنا خلاص. طيب بدل الليله دي كلها، والله انت بيبقى عندك واحده كامله وواحده مقطوعة مش مكملة صح، واحدة كاملة وواحدة ايه مقطوعة مش مكملة. الكاملة دي بتبقى زيها، يبقى كلهم زيها، واللي مقطوعة دي بتبقى عكسه، وخلاص على كده تمام. طيب انا كده جبت الكرنت اللي في الايه اللي في الكويل خلاص، ماليش دعوة باللي بره في حاجة، يعني انا ماليش دعوة باللي بره ده ايه خلاص، اللي بره ده انا مش عايزه في حاجة خلاص، ولع فيه تمام. طيب نعمل ايه بقى، اجيب بطن ايدي واحطها على الورقة من حيث ان صوابعي تبقى مع مين، مع الكرنت، ويبقى ضوافري هي اللي ايه اللي انا شايفها ايه، ويبقى صباعي ده اكتب عنده. خد بالك ان كل ده بشتغل بايدي اليمين، كل ده بشتغل بايدي ايه، بايدي اليمين. يبقى بما ان صوابعي دي ماشية مع الكرنت اهو، يبقى ايه، يبقى صباعي ده هكتب عنده ايه نورس، يبقى هنا ده النورس وهنا ده الساوس
خلاص حط ايدك على الكويل، يبقى انت حط ايدك على الكويل ذات نفسه او على السولينويد قصدي ذات نفسه، حط ايدك على السولينويد ذات نفسه عادي، بس انا برسمها بعيد عنه عشان بس انت ايه تبقى واضح احنا بنعمل ايه. تمام. طيب واحدة كمان من اللي هم بتوع البطارية اهو، تخليها واقفة المرة دي هنا اهو 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 اهو. تمام. طيب انت والله ممكن تلف الكراسة عادي خالص، عشان لف الكراسة عشان ايه؟ عشان تعرف تشتغل خلاص. طيب وهتطلع من ايه؟ من العصاية الطويلة وتمشي. قلت لك في واحدة بتبقى كاملة والتانية بتبقى مقطوعة، اللي مقطوعة دي بتبقى عكسهم، يبقى ما دام دي عاملة كده يبقى اكيد اللي جوه عكسها عكسها عكسها، واللي كاملة زيها، وده منطقي عشان انت هتيجي يبقى ماشي كده، هو اهو مكمل مكمل وماشي كده اهو، يبقى انت كده ماشي صح. خلاص جبت يا عم البتاع. طيب عايز ايه؟ عايز انت باقي الرسمة ده في حاجة؟ لا يا عم مش عايز، ولع فيه لو انا ايه ولع فيه كده خلاص مش عايز. جبت الدايركشن بتاع الكرنت اللي جوه الكويل. طيب هتعمل ايه دلوقتي؟ هتحط بطن ايدك، بطن ايدك لازم صوابعك تبقى فين؟ تبقى في اتجاه ايدك اليمين، صوابعك في اتجاه ايه؟ في اتجاه الكرنت، والصباع دوت هتكتب عنده نورث. يبقى ادي يا عم الكرنت ماشي كده، يبقى انت صوابعك برضو بصة كده، يبقى صباعك ده هتكتب عنده نورث، يبقى هو ده النورث، والناحية التانية دي اكيد الايه؟ الساوس. اظن ان كده الدنيا ايه الى حد ما واضحة ومفيهاش مشاكل. خلاص طيب بتحط بطن ايدك على الورقة من حيث ان تبقى ضوافرك هي اللي ايه اللي انت شايفها بعينك. تمام. ويبقى ايه؟ يبقى بحطها على الورقة، حطها على الكويل ذات نفسه، صوابعك تبقى باصة في نفس اتجاه الايه، في نفس اتجاه ال في نفس اتجاه الكرنت. تمام. ويبقى الصباع اللي هو التخين ده هو دوت اللي بنكتب عنده ايه؟ النورث. تمام. طيب كنا بنحدد برضو الماجنتيك فيلد في السولونويد ازاي، يعني الماجنتيك فيلد في السولونويد اللي احنا لسه قايلينه ده بيتحدد برضو بامبير رايت هاند رول. خلاص يبقى انا لما اجي اقول لك الامبير رايت هاند رول ده بيحدد ايه؟ بيحدد الماجنتيك فيلد في الستريت واير، وبيحدد برضو الماجنتيك فيلد في الايه؟ في السولينويد. يبقى لما اجي اقول لك قول لي والنبي اليوز كده بتاع امبير رايت هاند رول، تقول لي يوز ديترماين ذا دايركشن اوف ماجنتيك فيلد ان واير اند سولينويد او اور سولينويد براحتك. تمام. طيب انما لما اجي اقول لك الرايت هاند سكرو رول لازم تقول لي يوز ديترماين ذا دايركشن اوف ايه؟ اوف ماجنتيك فيلد ان سيركولار كويل. تقول لي طب ما انا ممكن ما استخدمه يا باشا، انا مش عايزك تستخدمهم بقى، ده النظري، الكلام ده للنظري، ما انا ممكن ما استخدمش الحاجات دي خالص. هتقول لي لا انا مش هشتغل بالقانون ده، انا هشتغل هكتب قانون تاني. لا ما ينفعش، كتاب المدرسه ايه دول بيستخدموا هنا بقى يستخدموا هنا. طيب وعندك حاجه تانية اسمها كلوك وايز رول، دي كده بتستخدم فين؟ ديترماين البولاريتي، ديترماين ذا بولاريتي في الايه؟ في السيركولار كويل. تمام. طيب نخش على اللي بعده الا وهو الفورس، وعايز اقول لك ازاي تحل الفورس من غير ما تستخدم ايدك خالص. تمام. طيب نتفق بس في الاول ان اللون الاسود ده الكارنت او الاي خلاص، واللون الاخضر ده الماجنتيك فيلد خلاص، اللي هو ايه الماجنت الاكسترنال ماجنت. واخيرا اللون الاحمر ده الدايركشن اوف موشن او الدايركشن ده اتجاه الحركة او اتجاه الايه الفورس. يبقى انا كده بس عشان ايه وانا ماشي تبقى انت واخد بالك، الاسود هو الكرنت والاخضر ده الماجنتيك فيلد والاحمر ده ايه الموشن، عشان وانا شغال تبقى انت واخد بالك ايه اللي انا عامله بالظبط. تمام. طيب تعالى اول حاجة طريقة الايه
او ايه الاسئله الاسهل. السؤال الاول بيقول لك والله لو انت معاك واير واقف كده والكرنت ماشي فيه في الاتجاه ده ومحطوط في external magnetic field بالشكل ايه، بالشكل ده، يبقى الاخضر ده الاكسترنال ماجنتيك فيلد. خلاص طيب معلش بس ايه، لو اي اللي انا هشتغله بالازرق، الازرق دوت حاجات توضيحيه ملهاش علاقه بايه، باي حاجه من الثلاثه دول. خلاص يعني انا الازرق ده اللي هو بقى ايه، يعني عايز اعلم، عايز اشاور على حاجه، هشتغل باللون الازرق. تمام طيب، يبقى انا دلوقتي معايا الاسود ده، احنا قلنا ايه ده الكارنت صح، يبقى ده الكارنت، وليه والاخضر ده اللي هو مين، ده الاكسترنال ماجنتيك فيلد، يبقى ده الماجنتيك فيلد. وعايز اقول لك الواير ده هيتحرك ازاي. تمام طيب، والله هتيجي بكل سهوله تيجي تقول لي والله ايه الواير ده، انت مش لسه قايل من شويه ان الماجنتيك فيلد بتاعه كان بيبقى يمينه داخل وشماله خارج، صح كده صح؟ طيب ودول كده ايه، زي بعض ولا عكس بعض؟ دول كده زي عكس بعض. طب ما دام عكس بعض يبقى مش هيعملوا اتراكشن، يبقى ايه، يبقى المفروض الواير يتحرك في الاتجاه بتاع الاتراكشن، يبقى ده اتجاه الحركة. تمام، او بصيغة تانية مفروض لو انت بصيت الناحية التانية كده هتيجي تقولي والله دول ايه زي بعض، والسيمب والريبل يبقى دول ريبالشن، يبقى اكيد برضو هتحرك فين، هتحرك في اتجاه دوت اللي هو ده. يبقى انا سواء انت جيت قلت لي ان انت هتروح في اتجاه الايه، اتجاه الاتراكشن اللي هو ده، او اتجاه الريبولشن اللي هو ده، فبالتالي كده في كلا الحالتين هتروح فين، هتروح كده، يبقى ده اتجاه الحركه. تمام، خلينا في الاتراكشن عشان نسهل على نفسنا. يبقى انت فهمت احنا بنعمل ايه. يبقى انا دلوقتي تاني معايا واير، الواير اهو ومحطوط في اكسترنال ماجنتيك فيلد، ادي يا عم الاكسترنال ماجنتيك فيلد. وام انت بكل بساطة هتيجي تقول لي والله ده انت لسه قايل ان الواير يمينه داخل وشماله خارج، صح؟ وهتيجي تقول لي والله ايه فين اللي عكس بعض، دول اللي عكس بعض، هنا ده خارج وده داخل عكس بعض، يعملوا اتراكشن، يبقى انا اروح في اتجاه الاتراكشن، يبقى ده اتجاه الحركة. تمام، يبقى لو ده الكرنت والاخضر ده الماجنتيك فيلد، يبقى انا هروح في اتجاه الاحمر اللي هو اتجاه الايه، الفورس او اتجاه الموشن. يبقى الموشن هتبقى اسمها ايه بقى، ده السهم ده اسمه كده ايه، موف ابورد، ده كده اسمه ايه، ابورد. وهنا دوت هيموف ايه، تو ليفت. تمام، يبقى كده في مشاكل لحد دلوقتي. نشوف واحدة كمان، نشوف واحدة كمان، ادي يا عم الواير اهو، الواير اهو، وفي اكسترنال ماجنتيك فيلد المره دي انتو ذا بيج او اوت اوف ذا بيج، ولا ايه الاكسترنال ماجنتيك فيلد ايه، اوت اوف ذا بيج. هتحرك ازاي؟ هتيجي والله تقول لي يا ابني بالراحه، انت جيت كنت بتقول ان الواير ده يمينه داخل وشماله خارج، خلاص يمينه هو، يعني انت كنت اتشقلبت الكراسة وخليت السهم ده باصص لفوق عشان تعرف ايه ان يمينه داخل وشماله خارج. وبعدين هتيجي تقول لي والله فين اللي عكس بعض، ادي دول اللي عكس بعض، ده خارج مع داخل، يبقى دول عكس بعض، يبقى انا اروح في اتجاه دول اللي هما الاتراكشن، يبقى انا هروح كده ايه في اتجاه دول اللي هو الاتراكشن، يبقى ده اتجاه الايه، الموشن، يبقى هو كده موف ايه، موف تو ليفت اوف ذا بيج. تمام، خلصنا من الحوار ده، صعب ولا سهل؟ ماشي. المهم طيب اللي بعده، طيب لو انت واقف واير واقف كده، واقف في external magnetic field بس المرة دي في شكل ايه، بولز اوف ماجنت ان وس، خلاص. ومن انت بكل بساطه هتيجي تقول لي ايه، تقول لي والله برضو ان الواير ده انت كنت بتقول لي ان يمينه داخل وشماله خارج. تمام،
قوم انت هتبص على مين؟ انت قلت يمينه داخل وشماله خارج وخلاص. طيب هتيجي تبص فين بقى؟ هنا تبص لي على الساوث. هتبص لي على مين؟ على الساوث. انهي واحده اللي جنب الساوث؟ الانتو ذا بيج اللي داخل، صح. اتجاه الماجنتيك فيلد اللي جنب الساوث هو اتجاه الموشن. يبقى انت كده بكل بساطه هتيجي تقول لي ان هو ايه الموشن هتبقى فين؟ هتبقى نفس الاتجاه ده اهو اللي هو موف انتو ذا بيج، يعني اتجاه الحركه بتاعته ايه؟ انتو ذا بيج. تمام. يبقى انا هبص على الساوث، مش بروح ناحيه الساوث. ها، انا مش بروح ناحيه الساوث، انا ببص عليه بس، ببص على الساوث. وبعد ما ببص على الساوث اشوف مين اللي جنبه، لان اللي داخل ولا اللي خارج. والله اللي جنبه هو اللي خارج، اللي داخل يبقى هو دوت اتجاه الايه الحركه، يبقى الموف ايه انتو ذا بيتش. تمام. نشوف واحده تانية. ايه دي يا عم الواير؟ وادي يا عم الاكسترنال ماجنتيك فيلد ان واس. قوم انت هتيجي تقول لي والله انت قايل لي ان الواير ده يمينه داخل وشماله خارج، صح. وبعدين انت قلت لي بص على مين؟ بص على الساوس. اديني جيت بصيت على الساوس، مين اللي جنب الساوس؟ اللي داخل. يبقى اللي داخل ده هو الدايركشن بتاع الموشن. يبقى the direction of magnetic field near the south هو ال direction of motion of a of wire. يبقى انت هتيجي تقول لي ان هو move a into the page، move into the page. طيب تعالى واحدة كمان. ادي يا عم الواير، وادي يا عم الان، وادي يا عم الاس. هتيجي تقول لي والله ان الواير ده يمينه هو، ها، يمينه هو داخل وشماله هو خارج. شقلبت الكراسة عشان السهم ده يبقى باصص لفوق، عشان تبقى عارف ان يمينه هو يمينك وشماله هو شمالك لما يبقى السهم باصص لفوق بالنسبه لك. خلاص، يبقى ايه؟ يبقى انت بعد كده عرفت ان يمينه داخل وشماله خارج. تبص لي على مين؟ على الساوس. طيب مين اللي جنب الساوس؟ الخارج. يبقى هو اتجاه حركته out of the page، اتجاه الماجنتيك فيلد اللي جنب الساوث هو اتجاه الحركه. يبقى انت هتيجي تقول لي من الاخر ان ده هيتحرك ايه؟ out of the page. يبقى هو move out of the page. وضحت كده؟ يبقى احنا كده عرفنا ان انت لو هما كروس ودوت كنا بنعمل ايه؟ كنا بنعمل يمين داخل وشماله خارج، ونشوف اللي عكس بعض واروح ناحيه الايه؟ ناحيه الاتراكشن، صح؟ كنت بشوف اللي ايه؟ اللي عكس بعض واروح ناحيه الاتراكشن. ولو هو كان ان واس كنت بعمل ايه؟ بعمل يمينه داخل وشماله خارج برضه، واروح ناحيه وابص على الاس واشوف اللي جنب الاس، وهو ده اتجاه الحركه. واخيرا ساعات ما بيجيبليش الان والاس، ساعات بيعمل لي ايه؟ ساعات يقول لك والله حضرتك ادي الواير اهو، وادي اتجاه الماجنتيك فيلد. قال لك ده الماجنتيك فيلد، وده مين؟ وده الكرنت، وقول لي انت اتجاه الحركه. قوم انت تقول لي والله هو مش انا عارف ان اتجاه الماجنتيك فيلد بيمشي من ان للاس، صح. يبقى اكيد ما دام هو ماشي في الاتجاه ده يبقى اكيد كان هنا الان واكيد كان هنا الاس، صح. بس يبقى انا كده ايه حليت المشكله. يبقى انا جبت الان والاس، هو مش مديهم لي، انا ايه اتنبأت بمكانه. وتيجي يا عم على الواير وتقول لي والله ده يمينه داخل وشماله خارج. وبما ان الايه ان الاس هنا، وانا جيت بصيت على الاس وجيت ببص مين اللي جنب الاس لقيته الخارج، يبقى اكيد اتجاه الحركه هيبقى ايه؟ هيبقى اوت اوف ذا بيج، هيبقى نفس الاتجاه اللي جنب مين او القريب من الاس.
يبقى ايه ده؟ move out of the reach. تمام، وضحت كده يا جماعة؟ اخر حتة في الفورس ان هو ممكن يجي يقولك ايه بقى، يجي يقولك والله الواير، فاكر الواير اللي كان واقف كده ده الكرنت، ويجي يقولك والله الواير ده هيتحرك ازاي، وادي الماجنتيك فيلد ان وادي الماجنتيك فيلد اس، الواير ده هيتحرك ازاي يا جماعه؟ ام انت هتيجي تقولي والله قولي الماجنتيك فيلد اللي حواليه. لو نفتكر في الاول كنا بنقول ايه؟ كنا بنقول ان الايه، ان لو هو واير بسهم كان يمينه داخل وشماله خارج، انما لما كان بيبقى واير بايه، واير كده هو زي ما انت شايف يا اما داخل يا خارج، كان الايه الماجنتيك فيلد حواليه بيبقى دواير، صح؟ والدوائر دي اما تبقى مع الساعة لو هو داخل، لو هو الكرنت انتو ذا بيج يبقى الماجنتيك فيلد كلوك وايز، ولو هو اوت اوف ذا بيج يبقى الماجنتيك فيلد انتي كلوك وايز. تمام، طيب تعالى بقى نشوف ايه، نشوف السؤال بتاعنا. السؤال اهو، انت بكل بساطة هتعمل لي الماجنتيك فيلد بتاع الواير، خلاص معلش انا همسح الاي دي عشان ما ايه مدوخاني. ادي الماجنتيك فيلد بتاع الايه، بتاع الواير بيبقى دواير، وبما انه داخل فالتأكيد مع الساعة، صح؟ عشان كان فاكرين كلوك وايز مع داخل كلوك وايز، كانت اس الساعة يمين داخل، الداخل مع الساعة، يبقى ايه، يبقى دي مع ايه كلوك وايز، يبقى الماجنتيك فيلد هنا ايه كلوك وايز. وادي يا عم نكمل ايه اللفة عادي، عايز تعمل كذا دايرة اعمل كذا دايرة انت حر، خلاص. يبقى كان بيقول لك ادي ده كده الكرنت، وده الماجنتيك فيلد بتاع ايه الازرق، ده الماجنتيك فيلد بتاع مين، بتاع الواير. طيب هنعمل نفس اللي كنا بنعمله بالظبط، احنا كنا بنبص على مين، على الاس، ونيجي نبص فين، مين اللي جنب الاس، والله اللي جنب الاس اس سهم لتحت، صح؟ يبقى اكيد ده هيتحرك ازاي، هيتحرك لتحت، يبقى ده موف داون وورد، يعني هي هي نفس المنطق، بتبص بتشوف الاس وتشوف مين اللي جنب الاس، واتجاه الماجنتيك فيلد جنب الاس هو هو اتجاه الحركة، السهم لتحت يبقى ده كمان ماشي لتحت بكل بساطة، خلاص. في حاجة ايه بس عايز ادي معلومة، ان احنا دايما بنتحرك من الهاي للو، يعني احنا دايما بنتحرك من الهاي لايه للو، فهو ايه، فهو لو هو جه حط لك مثلا هنا نقطة وسمى لك النقطة دي ايه، وسمى لك النقطة دي بي، وسمى لك النقطة دي سي، ويجي يقول لك مين فيهم عنده، فكك من ايه، خليك فكك من بي دي، قال لك مين فيهم عنده ايه هاي ماجنتيك فيلد، يبقى السي هي اللي هاي، ليه؟ عشان انا بتحرك من ال بالراحة بالراحة، يقول لك مين الهاي الماجنتيك فيلد، يبقى الايه هي اللي هاي، ليه؟ عشان انا بتحرك من الهاي للايه للو، يبقى دي هاي ودي مالها لو، انا كنت واقف هنا واتحركت كده يبقى انا اتحركت من الهاي للو، رحت في اتجاه اللو، انا دايما بروح في اتجاه اللو. تمام تمام طب لو انت عايز تقتنع تعال نقتنع، لو انت جيت بصيت، لو انت جيت بصيت على الايه الماجنت اللي قدامك اللي هو الان والايه والاس ده، لو انت جيت قلت لي، قلت لك انت، احنا قلنا ان الماجنتيك فيلد بيمشي من ايه، من الان للاس، صح؟ ادي الان، فيبقى روح من الان لفين، للاس، اتجاه الماجنتيك فيلد ان هو تمشي كده نفس اتجاه الماجنتيك فيلد بتاع الواير، يبقى الاتنين دول زي بعض، صح؟ وبالتالي يبقى ده كده هاي ماجنتيك فيلد، والناحية التانية ماجنتيك فيلد ماشي كده هو عكس اتجاه الواير، فبالتالي ده كده لو ماجنتيك فيلد، خلاص. وممكن انت تشتغل بالطريقه دي وتقول لي والله ان الاتنين دول عكس بعض، ده ماشي كده وده ماشي كده، فيبقى اتراكشن فاتحرك في اتجاههم، ويبقى انا كده برضو حليتها بالطريقه التانية. يبقى انا السؤال اللي هو بيبقى الواير مديني الكرنت عباره عن يا انتو ذا بيج او اوت اوف ذا بيج، ممكن احله بطريقتين. الطريقه الاولى ان انا اقول والله حضرتك لو هنا مثلا ان وهنا الاس،
تيجي تقول لي والله ان الماجنتيك فيلد ماشي من ال N لل S، خلاص، وفي نفس ذات اللحظة الماجنتيك فيلد بتاع الواير بيبقى دواير، والدواير دي ما دام دوت اوت اوف ذا بيج، ما دام الكرنت اوت اوف ذا بيج، يبقى اكيد دي ايه، انتي كلوك وايز، خلاص. ونبص مين اللي عكس بعض، اللي فوق ليه؟ عشان دوت ماشي كده وده ماشي كده عكس بعض، يبقوا اتراكشن، يبقى انا اكيد هتحرك لايه، لفوق، يبقى انا الايه الدايركشن ايه، ابورد. او لو انت عايز تشوف بطريقة تانية، تمام، هنعمل ايه؟ هتقول لي والله حضرتك انا قلت ان دوت بيتحرك انتي كلوك وايز، يبقى ماشي كده اهو، يبقى اجي ابص على الاس، ادي الاس، واللي جنب الاس ماله، لفوق، ابورد، يبقى انا برضو اكيد هتحرك لايه، لفوق. يبقى الطريقتين بيأكدوا بعض، يبقى الطريقتين صح. ولو حبيت تشتغل بايدك برضو هديك نفس النتيجة، تمام. طيب بحدد الدايركشن ده ازاي بايدي؟ مفروض بطريقة اسمها فليمنج ليفت هاند رول. فليمنج ليفت هاند رول used to determine the direction of a direction of force، خلاص. وما تقوليش فورس تجري، اسمها فورس اكتنج اون ستريت واير كاري كارنت بليزد بربنديكولار تو ماجنتيك فيلد، تمام. يبقى فليمنج ليفت determine the direction of a force، و F left force، ال F left force، يبقى ال F ده ايه؟ موجودة في left، وفي ايه؟ و force، يبقى ال F left و force، يبقى Fleming left determine the direction of a of force، خلاص؟ طب لو جه قال لي الدرس اللي بعد كده التورك، صح؟ لو جه قال لي انت بتديترماين ذا دايركشن اوف تورك ازاي؟ والله التورك ما هو الا فورس ايكوال الفورس في النورمال ديستنس، صح؟ وبعد كده بنفك 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 الاخر لحد ما نعمل البروف ان التورك ايكوال ايه، بايان ساين ثيتا، تمام. يبقى انا التورك ده ما هو عبارة عن ايه، فورس، او بمعنى اصح لو انا معايا ريكتانجولر كويل، كنت انا باخد ايه، كان بيبقى فيه فورس اكتنج على الواير ده وفورس اكتنج على الواير ده، فبالتالي الايه، فبالتالي والاتنين اوبزيت ان دايركشن، وبالتالي الكويل ده بيلف. ومين اللي بيعمل الاتنين فورسز الاوبزيت ان دايركشن ده؟ البيرمننت ماجنت اللي بره. يبقى ايه وظيفة البيرمننت ماجنت اللي بره؟ بيعمل بروديوس تو ماجنتيك فورس ايكوال الماجنتيود واوبوزيت ان دايركشن، فبالتالي الكويل بايه، بيلف. ما هو لو ده داخل جوه وده طالع لبره، اكيد يبقى ايه، اكيد يبقى كده هيلف، بس، تمام. طيب هل عليا تحديد الدايركشن بتاع الفورس؟ وممكن تيجي في الامتحان، تحديد الدايركشن بتاع التورك، ايوه عادي ممكن يجي. طب لو جه قال لك بستخدم انهي رول؟ هتقول لي والله بستخدم فليمنج ليفت هاند رول، ما التورك ده ما هو الا ايه، الا فورس. طيب تعالى نقول لك تنشوف ازاي بنديترماين ذا دايركشن اوف روتيشن في ريكتانجولار كويل كاري كارنت، او ديترماين ذا دايركشن اوف تورك في ريكتانجولار كويل ايه، كاري كارنت. لو هو جايب لي كويل زي ده ومحطوط في ماجنتيك فيلد، ويجي يقول لي والله شوف لي كده الدايركشن بتاع الروتيشن ازاي، خلاص. لو هو مديني الدايركشن اشتغل على طول، ولو هو مديني بطارية زي السؤال ده، هعمل ايه؟ والله بكل بساطة هطلع من البطارية، من العصاية الطويلة، واديني ماشي ماشي ماشي، هخش هلاقي الكرنت ماشي هنا كده، والاقي الكرنت ماشي هنا كده، خلاص. طيب بكل بساطة انا ممكن اشتغل بطريقة سهلة جدا، انا ممكن امسك ايه، ممكن امسك سايد واحد بس واشتغل عليه، واكيد التاني عكسه، وبالمنطق يعني هما اساسا ايه، عكس بعض في الاتجاه. فلو انا عرفت مثلا كمثال ان ده اوت اوف ذا بيج، اكيد ده انتو ذا بيج، وانت خلصنا. طب لو ده انتو ذا بيج، يبقى اكيد ده اوت اوف ذا بيج، وبرضه خلصنا، خلاص. طيب اشتغل على اي واحد ويبقى التاني عكسه، يبقى انت كده ريحت دماغك. او
عايز تشتغل على الاثنين اشتغل على الاثنين، ما فيهاش مشكله. وكده كده انت عارف اصلا ان الماجنتيك فيلد البر، او عشان يحصل تورك لازم يبقى فيه اتنين فورسز سيم ماجنتيود وأوبوزيت دايركشن عشان الكويل ايه يلف. خلاص طيب تعال نبص نشتغل ازاي. تمام طيب. انا احب اشتغل على مين؟ اشتغل على ده. خلاص طيب هنيجي نمسكه ونقول لك والله حضرتك ده يمينه داخل وشماله خارج، صح ولا لأ؟ طيب وبعد كده كنا بنعمل ايه؟ كنا بنبص على الاس. ادي يا عم الاس، مين اللي جنب الاس ده؟ هو الخارج، يبقى اكيد الواير ده كان هيبقى ايه اوت اوف ذا بيج، صح؟ يبقى ده كده ايه اوت اوف ذا بيج. طب ما دام ده اوت اوف ذا بيج يبقى اكيد دوت ماله انتو ذا بيج. يبقى انا بلف ازاي؟ ده طالع لبره وده داخل لجوه، يبقى كده بلف كلوك وايز ولا انتي كلوك وايز؟ كده بلف انتي كلوك وايز اهو، ده خارج لبره وده داخل لجوه. تمام، يا اما ترسم لي السهم ده كده، يا اما تيجي تكتب لي تحت ان هو ايه روتيت انتي كلوك، روتيت ان انتي كلوك ايه وايز دايركشن. تمام، في مشاكل كده؟ طيب واحد تاني يقول لك طب معلش ممكن تشتغل لي على التاني عشان نتأكد؟ اقول لك ما فيهاش مشاكل خالص، تعال نشتغل على التاني. ادي يا عم التاني، هتيجي تقول لي والله الكرنت ماشي كده، صح؟ طيب يبقى يمينه داخل وشماله خارج، كنا بنبص على مين؟ بنبص على الاس برضو، مين اللي جنب الاس؟ مين اللي جنب الاس ده؟ هو الخارج اهو، يبقى مين اللي جنب الاس؟ الخارج. انا ليه دعوه مين اللي جنب الاس للواير ده؟ ماليش دعوه بالواير ده، مين اللي جنب الاس للواير ده؟ عشان بتكلم على الواير ده دلوقتي، يبقى مين اللي جنب الاس للواير ده؟ اللي خارج، الاوت اوف ذا بيج، يبقى هو صح ايه خارج. تمام، يبقى هو كده ايه خارج زي ما احنا قلنا، يبقى هو ايه اوت اوف ذا بيج، والتاني ده ايه قصدي الداخل ولا ايه الداخل؟ معلش معلش ايه كروس يعني. يبقى اللي جنب الاس هو مين؟ اللي جنب الاس هو للواير ده، الواير ده اللي جنب الاس بالنسبه له هو مين؟ هو الكروس اللي هو الداخل انتو ذا بيج. تمام، يبقى احنا زي ما احنا عاملين كده ان دوت كروس صح، وان ده ايه دوت، وبالتالي الدايركشن يبقى ده كانه كده خارج لبره وده كده داخل لجوه، يبقى ايه يبقى بيلف برضو ايه انتي كلوك وايز. ولو تلاحظ ان هو عامل الرسم ايه الى حد ما رسمها ايه 3 دي شويه، عشان ايه تبقى انت تعرف تعمل سهمك ان ده طالع لفوق بالفعل وده نازل لتحت، عشان تعرف تقوله ان هو بيلف كلوك ولا انتي ايه كلوك. خلاص، بس ولو انت مش عارف يعني مش عارف تستوعبها، مش عارف تعملها باسهم كده اهو، ممكن تمسك الورقه ذات نفسها او تمسك الكراسه اللي انت بتحل فيها وايه وايه، ويبقى انت ايه لفها الحته اللي عند الايه اوت اوف ذا بيج، خليها تطلع لفوق بالنسبه لك لبره الديسك او لبره الكراسه، والحته اللي انتو ذا بيج خليها تخش ايه تنزل لتحت، او يعني تبقى مش تنزل لتحت، تبقى ايه تتحرك في ناحيه الايه ناحيه جوه الكراسه، فهتحس ان انت بتقلب الصفحه بأني اتجاه، بتقلب الصفحه كلوك وايز ولا بتقلب الصفحه انتي كلوك وايز. تمام، يبقى احنا كده حددنا الدايركشن اوف ماجنتيك فيلد في ستريت واير، ودايركشن اوف ماجنتيك فيلد في السيركولار كويل، والدايركشن اوف ماجنتيك فيلد في السولينويد، والدايركشن اوف فورس سواء كان في ستريت واير او دايركشن اوف روتيشن او دايركشن اوف ايه اوف تورك. تمام، وكده يبقى كل الدايركشن اللي في شابتر 2 خلصت. نخش على شابتر 3. شابتر 3، شابتر 3 الكترومغناطيك اندكشن. اول حاجه في الشابتر فاراديز لو اللي قال لك ايه، حط الماجنت جوه الكويل، شيل الماجنت بره الكويل، اي ام اف اندس في الكويل، صح؟ وبعدين جيلينز رول وقال لك ان ايه ان الدايركشن بتاع الانديوز كارنت عكس ما الماجنت عايز، يبقى الدايركشن اوف انديوز كارنت ايه عكس ما الماجنت عايز، فبالتالي مين يوز تو ديترماين ذا دايركشن اوف ماجنتيك اوف انديوز كارنت في الكويل؟ لينزز رول. يبقى لينزز رول determines the direction of induced current او induced EMF فين؟ في كويل. وما دام قلت كويل وسكت،
تمشي الاتنين، تمشي يا اما سيركولر اللي هو المدور، يا اما اللي هو الايه السولينويد. يبقى كويل وسكت يمشي سيركولر ويمشي سولينويد، خلاص. وجرت العادة ان كلمة كويل بس تنطلق على ايه، على السولينويد، تمام. انما انا عشان اتكلم على المدور لازم اكتب سيركولر كويل. لو انت ما كتبتش سيركولر كويل او لوب او رينج، يبقى انا بتكلم على مين، على السولينويد، خلاص. الكلام ده سواء في شابتر 2 او شابتر 3. يعني انا جيت قلت لك والله ايه اكويل هوز لينس مش عارف حصل كده، يبقى انا بتكلم على مين، على السولينويد. جه قال لك سيركولر كويل حصل له كذا كذا كذا، يبقى انا بتكلم على المدور، خلاص. وده اللي متفق عليه. يعني في الامتحان لما يجي في امتحان يجي يقول لك كويل وسكت، يبقى ده بيتكلم على السولينويد. طب قال سيركولر كويل، يبقى ده كده بيتكلم على ايه، على اللي هو المدور اللي هو ليه راديوس، تمام. طيب قال لك والله لو انت جبت ماجنت، ادي الماجنت، ادي ان وادي الاس، وجيت عند السولينويد البتاعه دي كده هواء، انا بس بلف حواليها ايه الكويل او السولينويد، ولفيت السولينويد، ايه اللي هيحصل كده؟ لسه ما عملناش حاجه. قالك والله لو الماجنت ده قرب من الكويل، ايه اللي يحصل؟ الانديوزد كارنت هيمشي في الكويل من حيث يعكس اللي الماجنت عايزه. يعني ايه يعكس اللي الماجنت عايزه؟ يعني الماجنت عايز يقرب، صح؟ وما انا هقول له ما تقربش، اوبوز للتشينج بروديوسينج ايت، كلام لينز. يعني ايه اقول له ما تقربش؟ يبقى اعمل له ايه، اعمل له اتراكشن ولا ريبلشن؟ هعمل له ريبلشن، تمام. يبقى هو عايز يقرب مني، رد الفعل من الكويل هقول له ايه، هقول له يا ابني ما تقربش، هعمل لك ريبلشن. يبقى رد الفعل من الكويل ان هو يعمل له ان هنا، عشان يبقى ان وان يعمل له ريبلشن، تمام. يبقى انا وهو الماجنت بيقرب، الماجنت بيقرب مني، انا عايزه يقرب ولا مش عايزه يقرب؟ لا انا مش عايزه يقرب، فرد الفعل مني ان انا اعمل له ان زي الان اللي عنده، عشان اقول له ايه، ابعد يا غور من هنا مش عايزك، عشان يعمل له ريبلشن. وبما ان هنا ان، يبقى اكيد ان الناحيه التانية ايه، اس، صح. طيب نحدد الدايركشن ازاي؟ فاكرين امبير رايت هاند رول اللي كنا بنحدد بيها الدايركشن اوف ماجنتيك فيلد في الواير في السولينويد، صح؟ كنت بقول ايه، حط بطن ايدك على ايه، على الكويل، من حيث ان صوابعك تبقى مع الكرنت، وصباعك التخين دوت اللي هو لوحده يبقى مع الايه، مع النورث. طب انا هنا معايا النورث، يبقى انا في الاول احط ايه، احط صباعي التخين من حيث ما يبقى ايه، مع النورث اهو. يبقى ما دام ده مع النورث، بس اشوف بقى بقيه صوابعي باصه فين، هلاقي بقيه صوابعي باصه كده، صح. يبقى اتجاه صوابعي ده هو ده اتجاه الماجنتيك فيلد. يبقى انا هحط ايدي من حيث ان الصباع اللي هو ده اهو يبقى مع مين، مع النورث، ويبقى اتجاه صوابعي دوت هو اتجاه الكرنت. يبقى صباعي ده مع النورث، صوابعي دي مع الكرنت. طب انا معايا هنا النورس ولا الكرنت؟ لا انت معاك هنا المره دي النورس، يبقى تحط صباعك على النورس والكرنت يطلع ايه، يبقى انت هتعرف الكرنت باصص ازاي، بطن ايدك من حيث ان انت تبقى شايف ضوافرك ايه، شايف مين، ضوافرك ايه، خلاص. طيب يبقى انت هتيجي تعمل اسهم، بص اسهم دي بصه كده لفوق، يبقى انت هتعمل ايه، اسهم بصه لفوق، خلاص. طيب طب انا عايز اطلع الكهرباء لبره، عايز اطلع الكهرباء لبره، اعمل ايه؟ والله حضرتك في واحده بتبقى كامله وواحده بتبقى مقطوعه، الكامله زيهم والمقطوعه عكسهم، بس يبقى انا كده عرفت الكهرباء ماشيه ازاي، خلاص. طيب ومحدش يحفظها، محدش يقول لي والله يبقى لما انا بقرب مش عارف ايه، ليه؟ عشان هي بتختلف من رسم الرسم. يعني انا ممكن دلوقتي نرسم رسمه تانية، ادي رسمة تانية اهي، ادي يا عم الان وادي يا عم الاس، خلاص. طب وبعدين، وادي يا عم الكويل اهو،
وادي الجلفانوميتر خلاص، وادي يا عم البتاع بيقرب برضه تمام. طيب هو بيقرب هعمل له ايه؟ قلنا وهو بيقرب يبقى انا هقول له لا يا عم ما تقربش من هنا، مش عايزه يقرب، فبالتالي لازم اعمل له ريبالشن. فعشان اعمل له ريبالشن لازم اعمل له ان زي الان اللي معاه بالظبط. هو جاي يقول لي خد شوكولاته، اقول له لا غور انا معايا شوكولاته مش عايز منك حاجه، خد يا ابني ان، انا مش عايز ان، انا معايا الان بتاعتي خلاص. طيب يبقى اكيد الناحيه التانية اس صح. وبعدين اجي تحت احط بطن ايدي، بطن ايدي من حيث ان الصباع اللي هو التخين ده يبقى مع فين؟ ناحيه النورس. ادي النورس هنا، يبقى الصباع التخين ناحيه النورس، ويبقى بقيت صوابعي مع مين؟ مع الكهرباء. بقيت صوابعي باصه فين؟ مع الكهرباء. طيب يا عم يبقى ادي ده الصباع اللي هو التخين ده عند النورس، يبقى اكيد بقيت صوابعي ده هي صح مع ايه؟ مع الكهرباء اهي صح. طيب تعالى يا عم نبص، يبقى انت الاسهم دي باصه لفوق، يبقى اكيد برضو الكهرباء هنا ايه؟ الاسهم باصه لفوق. في واحدة كاملة والتانية مقطوعة، الكاملة زيهم والمقطوعة عكسه صح. طيب واحد يقول لي طب ما ايه فين الفرق، ما انت لسه برضو ما ايه هي نفس اللي فوق، اللي هنا كان ال ان على الشمال، ال ان على الشمال، وهنا ال ان برضو على الشمال، وهنا الكهرباء باصة لفوق، وهنا برضو الكهرباء باصة لفوق صح. بس لما تيجي تبص تلاقي ايه؟ تلاقي ان الكهرباء اللي كانت في الجلفانوميتر هنا ماشية من فين لفين؟ ماشية كده، ماشية من هنا لهنا، ماشية كده اهو صح، ماشية من اليمين للشمال. انما تحت تيجي تبص على الجلفانوميتر تلاقي الكهرباء ماشية في ايه؟ من الشمال لليمين. ودي تفرق عشان هو ساعات بيسأل على اتجاه الكهرباء تمام. يبقى انا ايه؟ يبقى انا ما احفظش بقى خلاص. يجي لك سؤال تاني، ادي يا عم السؤال خلاص، سؤال امتحان. ادي يا عم كده، ادي الكويل اهو. هو اللي فرق الرسمتين عن بعض ان شايف انت الكويل ده واحد ملفوف من هنا، يعني الحتة الكاملة بتاعته كانت هنا والمقطوعة كانت هنا اهو، انما التاني كانت الكاملة بتاعته هي اللي هنا والمقطوعة اللي الناحية التانية، هي ده الفرق يعني. ادي يا عم الكويل ايه قدامي اهو، وادي الجلفانوميتر خلاص. ويجي يقول لك والله الحتة دي اسمها ايه، والحتة دي اسمها بي، والنقطة دي اسمها 1، والنقطة دي اسمها 2 تمام. طيب وانت تيجي تعمل ايه؟ وادي يا عم الماجنت اهو، وادي اهو ان، وادي اهو اس، والماجنت بي ايه؟ بيبعد. اما انا هاجي اقول لك والله ايه، بما ان اللي الماجنت بيبعد فانا عايز اعكس الكلام اللي الماجنت عايزه. انا بحب ارخم على الماجنت، الماجنت ايه عايز يبعد فانا مش هخليه يبعد. يعني ايه مش هخليه يبعد؟ يعني خليه يقرب، يعني اعمل له اتراكشن. هو بيبعد وما انا اعمل له اتراكشن، الفعل بتاعه ان هو بيبعد وما انا رد الفعل بتاعي يبقى ايه؟ يبقى اتراكشن. طب هتعمل اتراكشن ازاي؟ والله ده هنا نورث، ما دام هنا نورث يبقى لازم تعمل له هنا ساوث، عشان تساوث مع نورث يعمل له اتراكشن. يبقى ما دام الفعل يبعد رد الفعل اتراكشن ان انا اقربه تمام. ما دام هنا ساوث يبقى اكيد الناحية التانية نورث صح، يبقى اكيد الناحية التانية ايه؟ نورث. طيب الكهرباء تمشي ازاي؟ والله هتيجي تحط ايدك من حيث ان الصباع التخين يبقى مع فين؟ في اتجاه النورث تمام. طيب يبقى اجي احط ايدي من حيث ان يبقى ايه الصباع التخين ناحيه النورث خلاص، ويبقى ايه بقيه صوابعي دي اكيد اتجاه الكهرباء، يبقى انا شايف ضوافري. يبقى بما ان النورث هنا اهو، يبقى اتجاه الكهرباء باصص لفين؟ لتحت كده، زي ما ايه ما صوابعي ايه مشاوره تمام. يبقى ايه ما دام ده النورث يبقى اكيد دي ايه، اكيد يبقى الكهرباء باصه لتحت، يبقى انا هعمل الكهرباء باصه لتحت
زي مصابعي مشاورة، وبرضه بأكد ان انا بستخدم ايدي ايه اليمين. طب انا واحدة زي ديت هعمل ايدي كده ازاي؟ هتعمل ايدك كده ازاي؟ لا انت هتلف الكراسة من حيث ان صباعك يبقى مشاور على النص، ما تلفليش ايدك، مع ايدك ما مش هتلف، كراسة بتلف وبتدور معاك عادي. تمام، عرفت يا عم الدايركشن؟ في واحدة كاملة هيك كاملة يبقى زيها، والمقطوعة عكسها يبقى الكهرباء ماشية في الاتجاه ده. تمام، تعالى بقى نبص على السؤال. يبقى انت جاي مجاوب صح، تلاقيك مجاوب زي الفل على الرسم. السؤال ساعات يجي يقول لك ايه، قول لي كده البول اللي عند بي. فانت دايما بتكتب وانت بتحل بتعمل ايه؟ بتكتب لي ده بس خلاص، او بتعمل ايه، بتقول انا بعت يبقى انا وهنا نورث، يبقى كده اعمل له ساوث، يبقى اكيد ده ساوث. فبتيجي السؤال اول ما يقول لك بول فبتكتب ساوث وتطلع تجري. لا ليه؟ عشان هو بيسأل على البول اللي عند بي، عايز البول اللي الناحية التانية، يبقى هو عايز تقول له نورث خلاص. تاني حاجة يجي يقول لك قول لي الدايركشن اوف كارنت ان ذا جالفانوميتر، يبقى هو عايز الدايركشن فين؟ في الجالفانوميتر هنا. يبقى ماشي ازاي؟ من 1 ل 2، يبقى في الجالفانوميتر ماشي من 1 ل 2، انما في الكويل ماشي من 2 ل 1. تمام، يبقى نركز في السؤال بقى. السؤال بيقول لك انا عايز الدايركشن بتاع الكارنت في الجالفانوميتر، ولا انا عايز الدايركشن اوف ذا كارنت في الكويل؟ انا عايز البول اللي عند ايه ولا البول اللي عند بي؟ نركز في الاسئله. يبقى انت بتحب تحل صح على الرسمه وتيجي ايه ما تقراش السؤال كويس خلاص. طيب ناخد حاجه كمان، ساعات ما بيجيبلكش ايه، ولا تعالى نقوله بالمره، تعالى نكمل ده وبعدين نبقى نشوف الايه اللي بعده. طيب ادي يا عم، ساعات بيجيب لك كويل، ادي يا عم الكويل، والكويل ده متوصل معاه لمبة. تمام، طيب اللمبة دي اصلا منورة ولا مش منورة؟ والله اصلا اللمبة دي منورة. ليه؟ عشان معاها بطارية. يبقى اللمبة منورة عشان في ايه؟ عشان في بطارية، في سورس اوف الكتريستي اصلا. تمام، يعني في اساسا كهربا ماشيه. اه اصلا في كهربا ماشيه. طيب لما انت تيجي تجيب ماجنت كده، والماجنت ده ايه؟ تحركه. طب الماجنت لما تيجي تحركه، هل يعني عندما دي يتحرك الماجنت هيبقى في كهربا تانية ولا مش في كهربا تانية؟ هيبقى في كهربا تانية. ايه الكهربا التانية؟ induced current صح. طب هل ال induced current ديت ممكن تبقى مع اتجاه البطارية اللي هو ده اللي هو بيبقى طالع من البوستيف، او عكس اتجاه البطاريه؟ لو مع اتجاه البطاريه يبقى كده دول ماشيين مع بعض، يبقوا هيخلي اللمبه دي تنور اكتر. طب ولو عكس اتجاه البطاريه هيخلي اللمبه ايه اضاءتها تقل. تمام، تعالوا نشوف. وانا ببعد هعمل له ان ولا اس؟ والله انا ببعد يبقى ايه، يبقى انا مش عايزه يبعد، يبقى هعمل له اتراكشن، رد الفعل اتراكشن. هو بيبعد عني وما انا اعمل له اتراكشن، رد الفعل اتراكشن، عكس ما هو عايز. هو عايز يبعد، انا اعمل له ايه اتراكشن، اعمل له اتراكشن، يبقى اعمل له هنا ان، يبقى اكيد الناحيه التانيه اس. واجيب ايدي، اجي احط بطن ايدي على الورقه من حيث ان الصباع ده يبقى في اتجاه النورس، يبقى بقيت صوابعي دي بتبص على الكرنت. يبقى بما ان الصباع التخين ده مع النورث، يبقى الصوابع دي مع فين؟ مع الكرنت. يبقى الكرنت باصص لفين؟ في اتجاه صوابعي اللي هو الفوق، يبقى اكيد الكهرباء الانديوسد ماشيه لفوق. تمام، وفي واحده كامله ماشيه معاها واللي مقطوعه عكسها. طيب اتجاه الكهرباء دي ماشي مع البطاريه ولا مش مع البطاريه؟ اه والله ده ماشي مع البطاريه، حتى لو شايف البطاريه ماشيه كده ايه، ادي ده اتجاه البطارية وانا ماشي مع البطارية، يبقى اضاءة اللمبة دي هت ايه هتزيد. طيب يبقى انا هاجي اقول لك كده الجلو هي انكريز، بس هي انكريز ايه بقى؟ مومنتلي، وكل اللي احنا بنقوله ده مومنتلي، يعني ايه؟ يعني لحظي. يعني انا الكهرباء اللي بتطلع دي اساسا الاندكشن ده بيبقى لحظيا، بيبقى حركة وانا بحرك بس، وانا بدخل الماجنت جوه الكويل او بشيله بره الكويل. طب ايه اللي يحصل افتر لونج تايم؟ ناثينج، عشان مفيش اندكشن.
يبقى انا الجلو ويل انكريز مومنتري، هو هيزيد بس ايه لحظيا. تمام، يبقى كده عرفنا طريقة السؤال ده، ان انا ايه لو انا بشوف اتجاه الكهرباء مع ولا عكس. لو مع يبقى ايه، يبقى هيزوده، ولو عكس يبقى هي ايه هيقلله. خلاص ناخد واحدة كمان وبعدين ايه نشوف طريقة اسئلة تانية. ادي ان وادي اس وادي بيقرب. ولا يا عم خليه ايه، ادي ان وادي اس وادي بيقرب. خلاص وادي عم لمبة، ولا بلاش لمبة، خلينا احط ايه اميتر. تمام، طيب الاميتر ده اصلا بيقرا ولا مش بيقرا؟ بيقرا. ليه؟ قبل ما احرك يعني، قبل ما احرك كده بيقرا ولا مش بيقرا؟ بيقرا، عشان اصلا في ايه، في بطارية، في كهرباء اساسا طالعة من البطارية، فهو بيقرا كهربة البطارية. لما انا اجي احرك الماجنت ده كده، ساعتها ايه اللي هيحصل؟ هيبقى في كهرباء انديوزد وكهرباء من البطارية، ساعتها يا اما الاتنين يبقوا في نفس الاتجاه فيبقى قراية الاميتر تزيد، يا اما يبقوا مش في نفس الاتجاه فقراية الاميتر تقل. تعال نشوف، تعال نبص، انا بقرب هو بيقرب مني، وانا بحب اللي هو عايز، بحب اعمل زي ما هو عايز ولا عكس ما هو عايز؟ عكس ما هو عايز، ده حتى لينز حط لك نيجاتيف في كل القوانين. يبقى ايه لينز قال لك ايه، انت بتعمل عكس ما الماجنت عايز، الكويل بيعمل عكس ما الماجنت عايز، هو عايز يقرب منه فانا هرخم عليه واعمل عكس ما هو عايز اللي هو ريبالشن. انت عايز تقرب، لا انا هطردك، هعمل لك ريبالشن. يبقى انا هعمل له هنا ان ولا اس؟ هعمل له هنا ان، عشان ان واس يعملوا ايه؟ لا هعمل له هنا اس، هعمل له اس عشان اس واس يعملوا ريبالشن. انا عايز اعمل له ريبالشن، فعملت له اس واس عشان يعملوا ريبالشن. صح، يبقى اكيد الناحية التانية ان. تمام، واجي احط بطن ايدي من حيث ان يبقى صباعي ايه، صباعي ده اهو مع في اتجاه النورس، ويبقى اكيد صوابعي ديت هي اتجاه الايه الكارنت. يبقى دوت ما دام ده مع اتجاه النورس، يبقى ايه، يبقى صوابع دي بصه مع فين، مع الكارنت. خلاص، واكد ان ايدي دي لازم تبقى محطوطه على الكويل. ها، بلاقيش واحد حاطط لي ايه صباعي كده ويقول لي ما هو بيشاور على النورس اهو. لا ده مش بيشاور على النورس، ده مش في اتجاه النورس، ده النورس ماشي عايز كده، عايز يطلع كده، وانت كده بتشاور عكسه. خلاص، يبقى انت احسن حاجه تعمل ايه، تحط ايدك ايه، بلاش يا عم الرسمه دي كده خلاص عشان ما تتلخبطش. يبقى انت احسن حاجه تعمل ايه، تحط ايدك مكان الكويل بالظبط. يبقى انت ايه، ادي ايدك دي، ايدك دي تبقى محطوطه فوق الكويل، يبقى اصبعك اهو ناحيه الايه النورس، وصوابعك ده ايه في اتجاه الايه الكارنت. تمام، يبقى ايدك مو ايه فوق الكويل بالظبط، ايدك تتحط هنا يعني. يبقى انت حطيت لي ايه صوابعك كده اهو، صباعك اهو ما عند النورس، وادي ايه بقيت صوابعك اهي. تمام، ده كده اصح حاجة، ان تبقى دي ايدك كده مغطية على ايه، مغطية على الكويل كله. يبقى ادي دي صوابعك اهي، وصباعك دوت في اتجاه النورس. تمام، بس ساعتها تقول لي ان الكهرباء ايه باصة لتحت، يبقى كده ايه الكهرباء تمشي لتحت. نشيل بقى كل ده، بس يبقى الكهرباء هتمشي ازاي؟ يبقى ادي لما يبقى صباعك ناحية النورس، وايه صباعك التانية دي هي ايه الكهرباء، ده النورس، يبقى دي ايه، يبقى ده الكهرباء لتحت، يبقى لتحت، يبقى تعمل اسهم ليه لتحت، يبقى الكاملة دي زيها ودي ايه عكسها. خلاص، طيب هل الكهرباء الانديوزد ديت مع الايه، مع زي البطاريه ولا عكسها؟ لا عكس البطاريه، عشان الكهرباء دي ماشيه كده والكهرباء بتاعت البطاريه ماشيه كده، يبقوا عكس بعض. يبقى ايه، يبقى القرايه بتاعت الاميتر هتقل. فوق كان لمبه فكنت بقول قرايه اللمبه هتزيد، انما دوت هنا ايه، او لاضاءه اللمبه، هنا ده اميتر والاميتر ده بيقرا، فانت هتيجي تقول لي ان الريدنج ما دام هم عكس بعض يبقى ايه ديكريز، يبقى الريدنج ايه ديكريز. وديكريز على طول ولا مومنتلي؟ لا مومنتلي. خلاص،
تعال نبص بقى. يا سلام لو كان ساعات يجيب لك ايه، يجيب لك كويل. ويجي يقول لك والله الماجنت ده بيقرب من الكويل، والكويل ده متعلق متعلق كده فين؟ في الهواء. خلاص. ويقول لك والله الحتة دي اسمها ايه والحتة دي اسمها بي. ويقول لك والله ممكن تقول لي كده ايه اللي هيحصل. فانت تيجي تقول لي والله حضرتك انا دلوقتي بقرب من الكويل، من الحلقة، من الرنج، وانا بقرب وده ان، فبالتالي انا عايز ابعده عشان انا بقرب ورد الفعل يبقى ريبالشن، فابعده اعمل له ايه؟ اعمل له ان زيه عشان يعمل له ريبيل، سيمبل ريبيل، يبقى اكيد الناحية التانية اس. خلاص. طيب لو جه قال لك قول لي البول اللي عند الايه، هتقول له ان. طب البول اللي عند البي، هتقول له اس. طب لو جه قال لك الكايند اوف فورس، هتقول لي ده حصل ايه؟ ريبالشن، صح؟ او بصيغة تانية ممكن تقول لي ان الكويل ده اتحرك كده، يعني الكويل ده اتحرك ايه كده، ما هو ريبالشن بقى، ما هو بما ان ايه، ان هو متعلق في الهواء مش ثابت، فلما انت تيجي تقرب منه يعمل له هنا اس ان، يبقى الكويل ده اتحرك ايه، اتحرك كده في اتجاه ريبالشن، مش عايز يقرب منه، انت عايز تقرب له ويقول لك لا يا عم ابعد يا عم عني، فهو يبعد عشان يعمل له ريبالشن. تمام. طيب وحاجة تانية، لو انت عايز تحدد الدايركشن اوف كارنت، لو انت عايز تحدد الايه، الدايركشن اوف كارنت، ممكن تعمل ايه؟ لو كويل زي دوت الى حد ما شكله ايه واضح، ان انا شايف ان الحتة ده اهي اللي هي فيها الخطوط دي اللي هي اللي قدام واللي ورا، ده هو اللي يعني الحتة الباقي ده اللي ورا، فده اللي قدام وشي، صح؟ فانا لما احب احدد والله ممكن اشتغل زي ما كنت بشتغل في السولينويد، واحط بطن ايدي على الورقه من حيث ان صباعي ده يبقى عند النورث ويبقى الصوابع دي باصه مع اتجاه الكرنت، يبقى هنا ده النورث، يبقى الصوابع دي باصه مع الكرنت، يبقى المفروض الكرنت باصص لفين؟ لفوق. يبقى المفروض، يبقى انت ممكن تعمل لي سهم كده وتقول لي ان هو ماشي لفوق. تمام. ساعات يا عم بيعمل حركة تانية وإيه، ويرخم ويجيب لك كويل غبي مالوش ملامح، ويقول لك بص يا ابني بص الكويل أهو، وفي ماجنت أهو بإيه بيقرب منه، فأنت مش شايف مين اللي قدام ومين اللي إيه ومين اللي ورا، يعني أنت مش شايف مين اللي في وشك ومين اللي في ظهرك. فأنت إيه، هو اسهل حاجه بيعمل لك يقول لك هنا ايه وهنا بي، عشان ايه الاجابه تبقى واضحه، محدش يقول له طب اصل انا كنت فاكرها دي اللي في وشي، واحد يقول لك لا اصل انا شايف ده اللي من الظهر، مفيش بقى الكلام ده. ويجي يقول لك والله انا ببعد عنك، فانت هتعمل لي ايه؟ فاقول لك والله انت بتبعد عني، يبقى انا لازم اعمل لك اتراكشن عشان انا ما بحبش اللي انت بتعمله. انت عايز تبعد يا ابني؟ لا انت مش هتبعد، انت هتقرب، انت هتحصل لك اتراكشن يا ابني، فاعمل له هنا ايه اس، واكيد الناحيه التانيه ان. تمام. طيب لو جاي لك قول لي كده البول عند ايه، تمام، او البول من عند بي، ولو حب قال لك، لو حب يقول لك قول لي الدايركشن اوف كارنت، هيجي يقول لك قول لي الدايركشن اوف انديوزد كارنت لوك at face ايه، عند الوجه ايه، او الفيس نير ذا ايه، نير ذا ماجنت، او يقول لك نفس الكلام لوك at فيس بي، لازم يحدد، ما ينفعش يسيبها لك ايه عايمه. فلو انت بتتكلم عند الايه، البول عند الايه، فهو ساوس، فانت تيجي تقول لي انا ساوس، ولو بتقول لي البول عند البي فهو نورس، فهتيجي تقول لي انا نورس، دي ما فيهاش مشكله. فكره كلها بيقول لك الدايركشن ولوك جي من هنا، لو انت باصص من هنا شايف مين؟ شايف الاس، وانت عارف ان اس الساعه يمين داخل، يبقى ما دام شفت بصيت من هنا وشفت قدامك اس، يبقى اكيد هتيجي تقول لي ان الدايركشن ده ايه، يبقى عند الايه،
اللي هو المفروض عند الاس متبقى ايه كلوك وايز، واللي عند البي اللي هو المفروض نورث، يبقى المفروض تقول لي الدايركشن ايه انتي كلوك وايز، عشان الاس ساعه والان ايه والان انتي والان انتي، الاس ساعه والان انتي. تمام ماشي كده خلصنا. يبقى انا لو جبت لك كويل حلقه رينج تعرف تحل، وهو يحدد لك يقول لك انت باصص من عند الايه، انت باصص من عند البي صح. طيب طب لو جه قال لك الفورس اللي متحدده هنا اتراكشن ولا ريبالشن، قلت لي والله حضرتك ده كان بيبعد عنه وانا عملت له هنا اس، فاكيد الاس والان ايه اتراكشن. يبقى انت ايه، يبقى انا هتيجي تقول لي ان هو دوت اتراكشن. او لو جه قال لك الكويل ده هيتحرك ازاي او الرينج ده هيتحرك ازاي، تقول لي ايه جو ان ذا دايركشن اوف ماجنت، تروح ايه تروح في اتجاه الماجنت، او تروح ايه تو ذا ليفت زي ما انت شايف كده، على حسب بقى الرسمه والايه والشكل اللي قدامك. تمام في مشاكل؟ طيب كده خلصنا من فرادايز لو. طيب بعد كده الميوتوال اندكشن، او في الاول ده اللي هو كان الكترو ماجنتيك اندكشن، الكترو ماجنتيك اندكشن اللي هو الاندكشن لو ايه لما يبقى في ماجنت مع كويل. طيب نخش على الميوتوال. الميوتوال والله بص احنا ما دام لو انت فهمت فرادي كويس يبقى انت الميوتوال بالنسبه لك هبل. ليه؟ عشان هو نفس الكويل اللي عندي اهو تمام بنفس الجالفانوميتر، وكان فيه هنا مفروض ماجنت بي ايه بيقرب منه، بس انا هشيل الماجنت ده واحط حاجه اكت از ا ماجنت اللي هي ايه اللي هي كويل تاني او سولينويد بس كاري كارنت خلاص. ويا سلام لو في كي، ويا سلام لو في ايه ريوستات. انت هتيجي تقول لي والله الكهرباء دي هتيجي تمشي من ايه، من العصاية الطويلة من نهاية البطارية اللي هو البوستيف صح، وتيجي تمشي تلاقي دي كده كاملة، فهي ماشية كده 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 وخلاص. ولو انت جيت حطيت بطن ايدك على الكويل هيعمل لك هنا ايه، هيبقى هنا الان وهنا الاس. تمام يبقى انا كده عملت ماجنت خلاص. بقى قال لك والله الكويل ده كان بيقرب، يبقى كأن الماجنت اللي هو عنده اس بول بيقرب، يبقى الاس دي بت ايه بتقرب. طيب يا عم الاس بتقرب، ولما تقرب اما انا ما احبهاش اقول لها غوري من هنا، عشان اقول لها غوري من هنا يبقى اعمل لها ريبالشن، يبقى اعمل لها سيم بول، اقول لها انا معايا زي اللي عندك بالظبط، فعشان كده مش مالكش لازمه فامشي من هنا. فما دام هنا اس يبقى اكيد هنا ان، ولما اجي احط بطن ايدي على الورقه، لما اجي احط بطن ايدي على الورقه اهو عشان يبقى صباعي دوت مع فين، ادي النورس هنا، يبقى انا عايز احط صباعي ده مع النورس، يبقى صوابعي اهي 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 اهي، يبقى ده مع النورس، يبقى الكهرباء تمشي ازاي، تمشي لتحت خلاص. يبقى عرفت ان الكهرباء هتمشي لتحت تمام. في مشاكل؟ يبقى انا ده لما بيقرب منه عمل له هنا اس والكهرباء مشيت ايه لتحت. ولو انا جيت اركز في اتجاه الايه، اتجاه لو انا جيت اتكلم على البولز، فلو انا بقرب باس فانا بعمل له سيم بورت لوبيل، بس لو جيت اتكلم على اتجاه الكرنت فاتجاه الكرنت هنا عكس اتجاه الكرنت هنا، وبالتالي انا بسميها باكورد. يعني ايه بسميها باكورد؟ يعني عكس ايه، عكس بعض، او في صيغه تانية ان ده عايز يقرب منه وده بيعمل له اس عشان يبعده، عشان يبعد عنه او يرجع لورا، او يتحرك يبعد ايه عنه يرجع لورا، فبالتالي بسميها ايه باكورد يرجع لورا. تمام طيب. يبقى العمليه دي اسمها باكورد لو انا قربت منه. طب هل انا ممكن اعمل حاجه شبه التقريب ديت بس من غير ما اتحرك؟ اه لو ما كانش في كارنت خالص وفجاه رحت انا قفلت الكي بقى في كارنت، مش ده كده كأن بقى فجأة بقى في ماجنت، فدوت فالكويل دوت هيتخض ويشوف مكانه قدامه ايه ده ايه ده، فجأة في اس ظهرت، فلما الاس تظهر يبقى انا احسها كأنها بتقرب فانا اعمل لها اس فعشان ابعد عنها. يبقى ده كده نفس الحوار ولا لا؟
كأنك انت واقف كده فجأة مش شايف حد، وفجأة في واحد جه واقف جنبك، يبقى اكيد اللي واقف جنبك ده كان ايه، كان بيقرب منك. يبقى لما يبقى ما فيش كارنت وانت تقفل الكي يبقى بيبقى في كارنت، يبقى ما كانش في كارنت بقى في كارنت، بقى في ماجنت، يبقى الماجنت ظهر، يبقى ساعتها يبقى ده كده كأن انا بقرب، وباني بقرب يبقى الناحية التانية هعمل له سيم بول تريبل، يبقى الدايركشن اوف كارنت ان ذا سكندري كويل ده بقى بقى اسمه سكندري كويل از ايه، اوبزيت دايركشن للكارنت ان برايمري كويل، هو بقى اتنين كويل اهم خلاص، يبقى الدايركشن في الكارنت في السكندري اوبزيت للدايركشن اوف كارنت في البرايمري، فبالتالي بسمها باكورد. يبقى انت اول حركة. طيب حاجة تاني ممكن تعملها، انت دلوقتي بقى في اس اهو صح؟ طب لو انت زودت الكارنت مش الماجنتيك فيلد ده هيزيد؟ يعني الماجنتيك فيلد اللي طالع جوه من هنا ده هيزيد. طب لما هيزيد كده يبقى كأنه بيقرب ولا مش كأنه بيقرب؟ كأنه بيقرب. وبما انه كأنه بيقرب يبقى برضه نفس الحوار، يعني بقى كأن الاس بتقرب فيعمل لها اس الناحية التانية عشان مش عارف ايه، فيبقى باكورد. يبقى انت ايه الحاجات اللي انت ممكن تبقى اسمها باكورد او اسمي بقرب؟ يا اما انا اقرب بنفسي موف توورد، يا اما اقفل السويتش ابقى ايه كلوز ذا كي او سويتش اون، او ازود الكرنت، او ممكن احط حديده. وانا لو حطيت هنا حديد، الحديد بيزود البرمابيليتي اذا كان الماجنتيك فلكس دينستي بتزيد، فبالتالي كاني بقرب. تمام. يبقى كل الحاجات دي بتعمل ايه؟ تعمل باكورد. يبقى انت ممكن تعمل ايه اول حاجه؟ move toward. تاني حاجة ممكن تعمل switch الكي او switch on اللي هو close، يبقى دي رقم واحد، ده رقم اتنين، close الكي switch on هي هي close الكي. رقم تلاتة ان انت تزود الكرنت، انت تزوده، انت اللي تزوده عن طريق ان انت باي، يبقى باي انكريزنج الكرنت او باي ديكريزنج الريزيستنس خلاص. يبقى انت لو زودت الكرنت او قللت الريزيستنس ساعتها يحصل ايه؟ يحصل باكورد، يبقى كاني بقرب. رقم اربعة ممكن تحط انسيرت اير، لما تحط حديد ماجنتيك فلكس دينستي هتزيد، فبالتالي يحصل كل الكلام ده، يديني في الاخر ايه؟ باكورد induced EMF. يبقى في الباكورد، الباكورد بيحصل ازاي؟ باي موفينج توورد او باي سويتشنج اون او باي كلوز ذا كي او باي انكريزنج ذا كارنت ان برايمري او باي ديكريزنج ذا ريزيستنس ان برايمري او باي انسرتنج ايه؟ انسرتنج اير كور خلاص. طيب موف توورد ديت ممكن اقرب ده من ده او اقرب ده من ده، مش هتفرق، المهم ان هما بيقربوا من ايه؟ من بعض. تمام. طيب والعكس بالظبط بقى، يبقى انت لو انت عندك ايه، عندك ادي يا عم الكويل اهو، ده البرايمري واكيد يبقى فيه بطاريه ومعاك ايه مفتاح وريزيستنس ريوستات، وادي يا عم السكندري اهو معاك البانوميتر خلاص. طيب لو انا بقرب، قبل بس ما ابص عم احوله الماجنت، يبقى انا الكهرباء طالعه من البوستيف ادي اهو اهو، يبقى ماشيه ايه كده تمام، يبقى دي كامله كده والعي والتانية عكسها. يبقى لو الكهرباء بص لفوق، لو انا حطيت بطن ايدي على الورقه صوابعي بص لفوق، يبقى صباعي ده هيبقى هنا، يبقى النورس هنا، يبقى هنا النورس وهنا الساوس، يبقى انا بقرب بايه؟ بساوس. بس انا مش هقرب بقى المره دي، انا عايز ابعد عشان تبقى ايه، تبقى فورورد. العكس بقى عكس العمليه يعني، عايز ايه؟ عايز ابعد. طب لما ابعد ساوس بيبعد، يبقى يعمل له الناحيه التانيه، اعمل له اتراكشن يعني اعمل له نورث، يبقى كده هنا ساوس صح. طيب لما اجي احط بطن ايدي عشان تبقى صباعي مع النورث، اجي احط بطن ايدي صباعي اهو مع النورس، يبقى ايه بقيت صوابعي بصل فوق، يبقى الكهرباء ماشيه لفوق، يبقى الكهرباء تبقى بص ايه كده نفس الاتجاه هنا،
ده باصص لفوق، ده برضو باصص لفوق، يبقى ايه؟ يبقى البول هنا عكس البول هنا عشان يعملوا اتراكشن، يبقى الكهرباء في البرايمري ذا سيم از ذا كارنت ان ذا سكندري، او ذا كارنت ان ذا سكندري سيم ان ذا كارنت اوف ذا ايه اوف ذا برايمري. خلاص. طيب يبقى ده عن طريق ايه؟ العكس بقى كله بقى، موف اواي او ايه، او اكيد رقم 2 السويتش يبقى ايه اوف، كان في ماجنت واختفى، سويتش اوف ديت اللي هي اوبن الكي. رقم 3 باي تقلل ديكريز الاي اللي هي هي باي انكريز الايه الريزيستنس. رقم 4 باي انسرت اي، لا مش انسرت بقى، العكس، يبقى باي ريموف، يبقى لو في حديد باي ريموف الايرن، ده لو في ايرن. خلاص، مبقاش هو مبقاش السؤال اصلا ما فيهوش ايرن، هو انت تقعد تقول لي ايه شيل الايرن، ما هو مفيش ايرن، تمام، او ما يبقاش السؤال فيه ايرن وانت تقول لي حط ايرن في الايه في الباكورد. كل الكلام ده اسمه ايه؟ اسمه فورورد. يبقى ازاي تعمل فورورد انديوس دي ام اف؟ ان انت ايه، يا اما تموف اواي، يا اما سويتش اوف اللي هو اوبن الكي، او باي ديكريزنج الاي اللي هي انكريزنج ريزيستنس، او باي ريموفينج الايرن لو في ايه ايرن. يبقى الفورورد، يبقى الباكورد ده بيحصل امتى والفورورد بيحصل امتى؟ الباكورد بيحصل في البوزيتيف تشينج، حاجات اللي بالبوزيتيف اللي هو حاجات كاني بقرب، والفورورد يحصل في النيجاتيف تشينج. هي ما يقول لك جيف ريزون ليه بيحصل باكورد لما بعمل سويتش اون، تكتب لي اكوردنج تو لينز رول اللي هو بيقول لك ان الدايركشن اوف اندوسد كرنت اوبوزيت تشينج برودوسينج ات. بس بما ان هو حدد لك باكورد، فيا سلام لو انت قلت لي اوبوز البوزيتيف تشينج برودوسينج ات، ولو هو قال لك فورورد يبقى حدد لي اوبوزنج النيجاتيف تشينج برودوسينج ات بس، تمام. وده احنا بايه، ودينا مسمينه فورورد عشان ايه؟ برضو نفس الكلام اللي هو ايه بيبقى ايه دوت، بيبقى عايز يعمل له اتراكشن، يبقى هو ده بيبعد عنه وهو ايه رايح له، رايح فورورد، رايح في نفس الاتجاه اتراكشن. خلاص. نفس الكلام برضو في الايه، لو انا بتكلم على كده. خلاص، لو هنا في لمبه واللمبه دي معاها بطاريه، اللمبه دي منوره ولا مش منوره؟ اللمبه دي منوره، ليه؟ عشان في بطاريه اصلا. طيب، وهنا كده مين فيهم البرايمري ومين السكندري؟ والله ما اعرفش، اللي انا هلعب فيه يبقى برايمري، واللي انا ايه هشوف اللي هيحصل له يبقى هو ده السكندري، يبقى انا بلعب في البرايمري. يعني هو ممكن يقول لك العب في ده يبقى ساعتها ده البرايمري، ولو قال لك العب في ده يبقى هو ده الايه البرايمري. خلاص. لو جه قال لك الايه وات ويل هابن لما السويتش كي ده كلوزد، وما انت تيجي تقول لي والله تعالى بقى تعال كلوز يعني ايه، يعني ايه يعني اون. طب ما دام اون يبقى ده كده حاجه حلوه ولا حاجه وحشه؟ ده حاجه حلوه. يعني ايه حاجه حلوه؟ يعني الكهرباء هتمشي. يعني ايه الكهرباء هتمشي؟ يعني دوت بوزيتيف تشينج، يعني كاني هقرب، يعني انا كاني بقرب منه، فوانا بقرب منه رد الفعل بتاعه ان هو يبعد عني فيعمل لي باكورد، يبقى انا كده ايه اللي هيحصل هنا؟ هيحصل باكورد. خلاص. طيب، الكهرباء اللي ماشيه هنا ماشيه ازاي؟ طالعه من العصايه الطويله، طالعه من العصايه الطويله، طالعه من العصايه الطويله اهي، ما دام دي كامله يبقى انا ماشي زيها، واللي ايه مش كامله عكسها. وبما ان هو باكورد، ما دام ده باصين لفوق يبقى اكيد ده باصين لتحت من غير ان ولا اس ولا اي حاجه، ودي عالم بص، يبقى دي الكاملة أنا ماشي معاها، واللي مقطوعة أنا ماشي عكسها، يبقى الكاملة زيهم والمقطوعة إيه عكسه. خلاص. طيب، هل الكهرباء دي مع البطارية ولا عكس البطارية؟ والله البطارية بتطلع كده، الكهرباء دي ماشية كده، فيبقى إيه عكس بعض، يبقى إضاءة اللمبة دي هت إيه هتقل، يبقى الجلو أوف لامب ويل
الجلو ديكريز مومنتلي. طيب ممكن تعملها لي بالان والاس معلش عشان بس اتاكد. هقول لك حاضر. هتيجي هنا في الاول كنت بتعمل ايه؟ ارجع بقى كل الكلام ده امسحه. تمام ادي انت عملت ايه، عملت الكلام ده اهو خلاص. وكنت انت بتقولي والله لو صوابعك دي كده مع الكرنت يبقى الصباع ده بيشاور مع الايه، على الان، يبقى اكيد هنا الان واكيد هنا الاس. تمام وانا بقرب بالاس يبقى الناحية التانية يعمل لي ايه، يعمل لي اس زيها عشان يبعدني عشان انا بقرب صح. فلما يعمل لي اس زيها يبقى اكيد الناحية التانية هنا ان. ولما اجي احط ايدي كنت بحط صباعي ده مع مين، الصباع ده مع الان، ويبقى بقيت صوابعي دي مع ايه، مع الكهرباء. يبقى الكهرباء ماشية ازاي؟ ماشية لتحت. طب الكهرباء اللي ماشية لتحت ديت اهي، ويبقى اهي، يبقى برضو عكس اللمبة يبقى، او عكس البطارية يبقى هت ايه، هت decrease momentarily. هل هي decrease عشان backward؟ لا، هي decrease عشان الدايركشن بتاع الانديوزد كارنت في السكندري اوبوزيت للدايركشن اوف باتري في السكندري برضو. يعني اتجاه الاندكشن اللي هو كان كده كان عكس اتجاه البطارية اللي هو كان كده، فبالتالي اضاءة اللمبة اللي كانت هنا ايه، قلت. بما ان هما اتنين عكس بعض، هل ده ليه علاقة هو باكورد ولا فورورد؟ لا، يعني ممكن تبقى باكورد ويزيد وممكن تبقى فورورد وتقل عادي مفيهاش مشاكل. ملهاش علاقة باكورد بانها تقل وملهاش علاقة فورورد بانها تزيد. امال استنى كده، طب تعالى نشوف، تعالى نشوف. ادي يا عم سؤال تاني، وقال لك والله ادي اهي اللمبة ايه، ادي البطارية خلاص. طيب وادي يا عم الايه، اللمبة اهي تمام. طيب تعال نبص، وقال لك ان ده بايه، بيبعد، هو قالها بيبعد وريح دماغنا. تعال نشوف. طيب احنا دلوقتي هنيجي نقول ايه، نقول والله حضرتك الكهرباء بتطلع من عصاية طويلة والكاملة زيهم، وبما ان هو بيبعد يبقى اكيد ده فورورد، وبما ان ده فورورد يبقى دايركشن اوف كارنت في السكندري سيم ذو دايركشن اوف برايمري. يبقى الكهرباء اللي هنا المفروض تبقى عاملة ازاي، تبقى باصة لفوق زيها تمام، وبعدين اللي كاملة زيهم واللي مقطوعة عكسهم. وتيجي تبص هل الكهربا ديت ماشية مع البطارية ولا عكس البطارية؟ والله عكس البطارية. يبقى إضاءة اللمبة هت ايه، هتقل. ايه ده، ايه ده، ايه ده، ايه ده، فورورد وهتقل. فورورد وهتقل عادي. يبقى هي ملهاش علاقة بباكورد وفورورد، بتزيد وتقل، يزيد وتقل، ليها علاقة باتجاه الكهرباء بتاع البطارية مع اتجاه الكهرباء الايه، الانديوست خلاص. طيب وتاني اعملها لك بايه، بالايد، عشان اللي هو بالنورس والساوث، عشان لو انت ايه عايز تشوف. كنا بنقول ايه، هنحط بطن ايدينا من حيث ان صوابع ايدي تبقى مع الكرنت، يبقى الصباع الكبير ده ايدي اليمين، يبقى الصباع الكبير ده النورس، يبقى النورس هنا اهو والساوث هنا اهو تمام. طيب والناحية التانية قلنا احنا بنبعد، بما ان انا ببعد يبقى اكيد هي ايه، هيعمل له ايه، يبقى عايز يعمل له اتراكشن، عشان يعمل له اتراكشن يبقى يعمل له هنا نورث، ويبقى الناحية التانية ساوس. ولما اجي احط ايه، تعالى نمسح الدايركشنز خالص اهو. تمام ونشوف، كنا بنقول ايه، والله هاجي احط صباعي ده هو عند النورث، ويبقى بقيت صوابعي دي اكيد بتبص على ايه، على الكارنت. يبقى ده مع النورث، يبقى صوابعي دي بتبص على الكارنت، يبقى الكهرباء باصه لايه، لفوق. يبقى انا اعمل ايه، الكهرباء لفوق طلعت زي ما كنت عاملها، والكامله زيهم، والمعكوسه والمقطوعه عكسهم. ولما تيجي تكمل تلاقيها عكس الايه، عكس البطاريه، يبقى هتديكريز برضو.
decrease ليه؟ عشان ال direction بتاع ال induced current ده كده اسمه induced current، خلاص، عكس ال direction بتاع ال current of the ايه of the battery. ولازم تقول لي ايه، وده اسمه كده ال I بتاع الباتري، ولازم تيجي تقول لي، فبالتالي اضاءة اللمبة هتقل، ولو في اميتر قراية الاميتر هتقل، خلاص. يبقى انت هنا ولازم تقول لي ان الانديوسد كارنت فين، في السكندري، والكارنت اوف ذا باتري في السكندري. طب ايه ده، استنى، ازاي انت بتقول لي فورورد وبتقول ان هم عكس بعض، وانت مش لسه قايل لي فوق ان فورورد يبقوا الاثنين كارنت زي بعض؟ قلت لك ايوه، ما انا ما بغيرش كلامي، فورورد يعني اتنين كهرباء، الكهرباء اللي في السكندري اللي هي ده اهي نفس الدايركشن بتاع الكهرباء اللي في البرايمري اللي هي ده اهي، ده باصص لفوق يبقى ده كمان باصص لفوق، ده كده ده معنى كلامي. انما انا ماليش دعوه باتجاه الكهرباء ايه بره، بقى بره ده ماليش دعوه بيه. وبعدين انا بقول لك مين اللي عكس بعض، انا قلت لك البرايمري والسكندري عكس بعض؟ لا، انا قلت لك الكهرباء بتاعت الانديوز اللي في السكندري عكس الكهرباء بتاعت البطاريه اللي في السكندري، تمام كده. بس السيلف اندكشن ما اظنش ان هو فيه دايركشنز، يعني هو ما فيهوش حاجه خلاص، يعني هي نفس الكلام باكورد وفورورد. بس هي الفكره كلها بقى في ايه، ان هي بتبقى في نفس قلب الكويل، فالبرايمر يعني ما بيبقاش بقى برايمري وسكندري يعني. بس طيب لو بتكلم على اخر حاجه خالص، الا وهو او قبل الاخيره، الانديوزد كارنت في ستريت واير، يعني انت المره دي معاك واير بتحركه في ماجنتيك فيلد هيطلع لك اندكشن، تمام. طيب ده انا بستخدم فيه فليمنج رايت هاند رول، ما هو عكس ما انت عارف، ما هو التاني كان فورس فليمنج ليفت عشان دوت فورس، عشان دوت انا بدي كهرباء يتحرك، وان لينز قال لك اعكس كل حاجه، يبقى بالتالي بدل ما استخدم ايدي الشمال هستخدم ايدي اليمين. يبقى انا دلوقتي عندي كام قانون في الاندكشن؟ اتنين، او عندي كام قانون عموما، انا عندي خمس او ست قوانين. اول حاجة امبير رايت هاند رول، امبير رايت هاند رول ده ديترمين ذا دايركشن اوف ماجنتيك فيلد في واير وايه وسولينويد. وتاني واحد رايت هاند سكرو رول، ودوت بيحدد لي الدايركشن برضو بتاع الماجنتيك فيلد بس في السيركولار كويل. تالت واحد الا وهو الكلوك وايز رول، الكلوك وايز رول ده بيحدد لي البولاريتي بتاع مين، بتاع السيركولار كويل، خلاص. ورابع واحد، خلينا تحت بقى، رابع واحد هو فليمنج ليفت هاند رول، وقلنا اف ليفت ايه فورس، يبقى الليفت بيديتيرماين ذا دايركشن اوف ايه اوف فورس اكتنج اون ا واير كاري كارنت بليز ان ا ماجنتيك فيلد، خلاص. يبقى الفورس في الواير، وممكن تقول لي التورك انت في الايه في الريكتانجولار كويل، خلاص. ويستحسن ما تقوليش تقول دي الفورس، لو هو قال لك قول لي انت الرول اللي يوست تو ديترمين ذا دايركشن اوف تورك، تقول لي مين، تقول لي ايه، تقول لي ال تقول لي فليمنج فليمنج ليفت هاند رول، خلاص. طيب وحاجه تانية، الماجنتيك فيلد بتاع الكويل لما بخش في التورك بسميه ماجنتيك دايبول مومنت، فبالتالي يتحدد برضو بمين، بالرايت هاند سكرو. يبقى الرايت هاند سكرو ديترماين ماجنتيك فيلد في السيركولار كويل، وديترماين برضو الماجنتيك دايبول، الدايركشن بتاع الماجنتيك دايبول. يبقى الدايبول ماجنتيك دايبول بيتحدد بايه، الماجنتيك دايبول مومنت بيتحدد باي رايت هاند سكرو، خلاص. طيب وبعد كده عندك قانونين للاندكشن، لينز فده ديترماين الانديوزد كارنت او الانديوزد ام اف في الكويل، وعندك فليمنج رايت
هاند رول، وده determines the direction of induced current. بس فين؟ في الواير. تعال نشوف. والله هتلاقي الدنيا في منتهى ايه البساطة. ليه؟ عشان هي تقريبا عكس ايه، عكس الفليمنج، ايه عكس الفليمنج ليفت. بس هنا كنا بنبص على الساوث، هنا هنبص على ايه النورث. يعني ايه ما فيهاش اي حاجة خالص. تعال نبص كده، تعال نبص ايه. اول حاجة نتفق برضو نفس الكلام ان الاسود ده هو الاسود ده هو الايه، ده الواير بتاعي خلاص، والاخضر ده الاكسترنال ماجنتيك فيلد. ده الواير ده ايه، يبقى ده هيبقى الواير واتجاه الكرنت خلاص، وده الاكسترنال ماجنتيك فيلد الاخضر ده، والاحمر ده اتجاه الايه الحركه الموشن تمام. واخر حاجه ان الازرق ده اللي انا ايه هشرح بيه ده الشرح خلاص. طيب يبقى كده ايه خلاص اتفقنا. ده وانا جيت قلت لك والله ادي يا عم الواير بتاعك اهو، وادي الاكسترنال ماجنتيك فيلد اللي انا محطوط فيه خلاص. تعالى نرجع بس ايه، وهاجي اقول لك حاجه ان انا بتحرك ازاي، ادي ده اتجاه الحركه. ده السؤال، اقول لك والله ممكن تقول الكهرباء تمشي ازاي، اقول لك والله بكل بساطه. بس معلش قبل دوت انا عايز ارجع لحاجه لسه كنا بنشرحها من شويه، ان انا لما بيبقى عندي كويل اهو، وانا عندي نورس او ماجنت اهو، وانا بقرب النورس بيقرب، كنت بعمل له نورس ولا ساوث؟ كنت بعمل له نورس زيه عشان ايه، عشان ابعده بس كده. هو ده اللي انا عايزه عشان اعمل له ريبالشن، يبقى هو ده اللي انا عايزه بالظبط. انت بتقرب بنورس هعمل لك نورس، طب لو بتقرب بساوس هعمل لك ساوس، طب لو بتقرب من كروس هعمل لك كروس، لو بتقرب من دوت هعمل لك دوت. يبقى هنا ده الواير ده بيقرب من ايه، الواير ده بيقرب من كروس، يبقى هيعمل له هنا كروس خلاص. طيب طب ما دام اعمل له هنا كروس يبقى اكيد الناحيه التانيه هتبقى دوت. يبقى انا بقى كده بكل خلاص كده خلصت. يبقى ده الماجنتيك فيلد المفروض يبقى عند الواير، المفروض الكروس دي تبقى يمينه ولا شماله؟ تبقى يمينه، يبقى دي المفروض تبقى الرايت بتاعي، وده المفروض يبقى يمينه ولا شماله؟ المفروض ده يبقى شماله، يبقى ده الليفت بتاعي. يبقى انا هلف الورقه عشان يبقى دوت يمين الواير وده شمال الواير، وبالتالي يبقى الكهرباء ماشيه ازاي كده، من حيث اللي يبقى يمينه داخل وشماله خارج. واضحة ولا مش واضحة؟ شوف واحدة كمان. طيب ادي يا عم الواير بتاعك اهو، وادي يا عم الاكسترنال ماجنتيك فيلد اهو. هو معلش ما فيش الواير، ما لوش كهربا، مفهوش دايركشن، ده انا اللي هجيب الدايركشن اوف كارنت خلاص. وادي يا عم الاكسترنال ماجنتيك فيلد اهو، وبيقول لك والله حضرتك مع احترامي لسعادتك الواير ده بيتحرك لفوق. فانت هتيجي تقول لي والله يبقى هو بيقرب من مين، هتقول لي ده بيقرب من الاكس من الكروس، يبقى يعمل له كروس زيه، يبقى اكيد الناحيه التانيه دوت. طب الكروس دي المفروض تبقى يمينه ولا شماله؟ المفروض تبقى يمينه، وده المفروض يبقى شماله. يبقى انا هعكس الايه، هعكس الورقه من حيث ان يبقى ده يمين وده الشمال، يبقى الكهرباء ماشيه كده، يبقى ده اتجاه الكرنت تمام. يبقى الكرنت هيمشي ازاي، ليفت اوف ذا بريدج. وضحت ولا في مشاكل؟ نجرب كمان واحده. ادي يا عم بص بقى الواير عامل ازاي اهو تمام. طيب وادي يا عم الاكسترنال ماجنتيك فيلد اوت اوف ذا بيج تمام. طيب وهو بيتحرك ازاي، بيتحرك كده. يبقى هو بيقرب من مين،
بيقرب من الدوت يبقى يعمل له هنا دوت، يبقى اكيد الناحية التانية كروس، يبقى انا عايز الكروس دي تبقى على يمينه وعايز دي تبقى على شماله، يبقى الكهرباء تمشي. اظن ان ايه الدنيا كده ايه لحد ما وضحت. تعالى بقى نبص على الحتة بتاعة الايه النورث والساوث. يعني انا لو انا معايا دلوقتي ادي ده نورث وادي ده ساوث وادي ده الواير، الواير اهو، وهو السؤال بيقول لك ان الواير موف انتو ذا بيج. يعني ده السؤال، هو بيقول لي كده when wire move into the page. ممكن تحدد لي الدايركشن؟ اقول لك والله يا حاضر ما تقلقش، انا هقول لك هنشوف الدايركشن هي ايه هيمشي ازاي. هتقول لي والله فاكر اللي احنا كنا هناك في الفليمنج ليفت كنا بنبص على الساوث، وهنا قلت لك انا هبص على ايه على النورث صح. هتيجي عند النورث وتبص عند النورث، بس انا ايه هاجي عند النورث واحط الدايركشن اوف موشن، انا بعكس العمليه. يبقى انا هاجي عند النورث واحط الدايركشن اوف ايه اوف موشن. انت قلت لي والله انت داخل جوه الصفحه، يبقى انا هاجي عند النورث اعمل ايه، اقول هنا داخل جوه الصفحه تمام. طب داخل جوه الصفحه دي او انتو ذا بيج دي المفروض تبقى يمينه ولا شماله؟ المفروض تبقى يمينه، يبقى الكهرباء ماشيه كده عشان تبقى دي ايه، يبقى شماله خارج تمام. يبقى انا عملت ايه، جبت شفت الدايركشن اوف موشن اللي هو قال لي عليها وحطيتها عند النورس، وبعدين بصيت انت قلت لي ده ايه، ده اكس ولا ده ده اكس؟ طب والاكس دي المفروض تبقى يمينه ولا شماله؟ المفروض تبقى يمينه. طب المفروض تبقى يمينه، يبقى انا عكست الصفحه عشان الكهرباء تبقى ماشيه كده، يبقى الكهرباء ماشيه كده هو، فده يمين الكهرباء، يبقى يمينه داخل صح ويبقى شماله خارج، ويبقى انا كده عرفت الدايركشن اوف كارنت ولا لا. طيب نشوف واحده كمان. لو هو جه عمل لك قال لك والله ادي ده الماجنتيك فيلد وادي الواير، والواير دوت ايه موف اوت اوف بيج، وانت اول حاجه هتقول لي ايه، هتقول لي والله اللي انا اعرفه ان الماجنتيك فيلد ده بيمشي من نورث للساوث، فيبقى هنا الان واكيد هنا الايه الاس تمام. طيب وبما ان انت قلت لي ان هو اوت اوف ذا بيج، يبقى اكيد انا هعمل ايه دلوقتي، هاجي ابص عند النورث واحط جنبها ايه اوت اوف ذا بيج اللي هي الدوت. وبعدين تقول لي والله ايه ده، ده الدوت دوت المفروض يبقى يمينه ولا شماله؟ لا الدوت ده المفروض يبقى شماله، الخارج ده بيبقى شماله، يبقى ايه، يبقى اكيد يمينه هنا هو الداخل، يبقى ده يمينه، يبقى يمينه داخل وشماله خارج، يبقى الكهرباء ماشيه كده. بس اظن ان الدنيا كده الى حد ما وضحت. طيب اخر حاجه في الستريت واير، ان هنا ايه لو انا معايا ادي عامل ستريت واير ودي ريزيستنس، وهو بيقول لك والله الاكسترنال ماجنتيك فيلد اهو تمام، وانا بتحرك كده خلاص، والنقطة دي اسمها اكس والنقطة دي اسمها واي والنقطة دي اسمها بي والنقطة دي اسمها اي تمام. طيب اول حاجة هاجي اقول لك ايه، هتقول لي والله حضرتك انت دلوقتي بتقرب من كروس، فبالتالي يبقى الماجنتيك فيلد، يبقى انا هعمل له هنا كمان كروس، وبما ان عملت له كروس، الكروس دي المفروض تبقى يمينه، يبقى الكهرباء تمشي كده تمام. طيب يبقى الكهرباء ماشيه كده، هتيجي تطلع بره ماشيه كده، يبقى هي ماشيه في ريزيستنس من ايه لبي ولا من بي لايه، ماشيه من ايه لبي تمام. طيب من ايه لبي، يبقى مين اللي هاي بوتنشال، يبقى اكيد الايه هي اللي هاي بوتنشال، اكيد الايه هي الهاي والبي هي اللو. يبقى لما اجي اقول لك مين البوزيتيف، اكيد الايه هي البوزيتيف واكيد البي هي النيجاتيف، عشان انا بمشي من الهاي لللو. طب لما اجي اقول لك مين الهاي، الاكس ولا الواي،
واحد يقول لي ايه، يقول لي والله ده انا ماشي من الواي للاكس يبقى الايه، يبقى الواي هي البوست. بقول لك لا غلط. ليه؟ عشان انا بتكلم لما اجي اقول لك هاي بوتنشال ولو بوتنشال، وانا بعمل بوتنشال ديفرنس ليه؟ عشان اوفركم ذا ريزيستنس، عشان اتغلب على الريزيستنس. يبقى انا ليا دعوه انا ماشي بره في الاكسترنال سيركت ازاي؟ يبقى اكيد ده مين؟ ده البوستيف. يبقى ما هو النقطه دي هي النقطه دي، يبقى انا ليه؟ يبقى الاكس هي البوستيف هي الهاي، والايه والواي هي النيجاتيف اللي هي اللو. او يبقى انا، يبقى انا ليا دعوه انا ماشي بره منين لفين؟ ماشي من بره من الاكس للواي، ماشي بره في الريزيستنس من فين لفين، ليش دعوه جوه السلك. لو بصيغه تانية السلك دوت ويعتبر كانه ايه، كانه بطاريه، مش ده السورس يبقى بطاريه. يبقى انا لما اجي يبقى عندي الريزيستنس هنا، الكهرباء بتمشي ازاي في الريزيستنس؟ والله الكهرباء مشيت كده في الريزيستنس، صح، ماشيه من هنا لهنا، من ايه لبي. طب لما انا اجي الف 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 الاقي الكهرباء مشيت ايه، مشيت جوه السورس من النيجاتيف للبوزيتيف. يبقى هي ماشيه من بره من البوزيتيف للنيجاتيف، وماشيه من جوه من النيجاتيف للبوزيتيف. يبقى انا لما اتكلم على جوه السلك هي ماشيه من النيجاتيف للايه، للبوزيتيف. يبقى هي ماشيه كده تمام. اظن كده الدنيا خلاص، وده كده كل الدايركشنز. اخر حاجه طبعا ممكن ايه، يقول لك والله الدينامو، يبقى انا الدايركشن اوف انديوسد كارنت في الدينامو ديترماين باي ايه، بان فليمنج رايت، عشان هو عباره عن 2 واير. خلاص، ويجي يقول لك والله ادي هنا الان وهدا هنا الاس، ويقول لك والله حضرتك لو ده لو بيلف كده، او بمعنى اصح ده انتو ذا بيج وده اوت اوف ذا بيج، فانا ممكن امسك واحد بس واشتغل عليه. خلاص، همسك مين والله، وامسك واحد والتاني اكيد عكسه، فانا همسك ايه، همسك ده اهو، واجي اقول لك والله دوت انتو ذا بيج، يبقى ادي الان حط جنبها انتو ذا بيج، يبقى اكيد ده اوت اوف ذا بيج، يبقى اكيد الكهرباء، يبقى ده المفروض ده يبقى ده اليمين وده الشمال، يبقى الكهرباء ماشيه كده. خلاص، يبقى اكيد الناحيه التانية الكهرباء ماشيه كده. يبقى انا عرفت الدايركشن اوف كارنت ماشي ازاي، ويبقى كده خلاص. يبقى انا فليمنج رايت هاند رول يوز تو ديترماين ذا دايركشن اوف انديوس كارنت في ستريت واير، ويوز تو ديترماين ذا دايركشن اوف انديوس كارنت فين، في الدينامو. تمام كده كل الدايركشنز خلصت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.